من بين ثنايا العصور. جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها، وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها، لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. يحكى أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك بني ساسان ببلاد الهند والصين. كان ذلك الملك كثير الجند والأعوان. يحكى أن هذا الملك كان له ولدان فارسان بطلان شجاعان. كان الأكبر هو الملك شهريار، وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد. كان الأصغر هو الملك شاهزمان، وقد ملك سمرقند وحكم بالعدل أيضا بين العباد. هكذا استمر الحال بالأخوين الملكين حتى جاء يوم تغير فيه حال الملك شهريار. فبعد أن كان حاكما عادلا أصبح عنيفا ضيق الخلق غريب الأطوار، فصار يتزوج كل ليلة زوجة جديدة ثم يأمر سيافه أن يقتلها قبل أن يلوح الصباح. استمر الحال بالملك شهريار على ذلك سنوات، حتى فزع الناس على بناتهم وهربوا بهن من الموت على يد الطاغية شهريار، ولم يبق في المدينة بنت واحدة تصلح للزواج. وكعادته كل يوم أمر الملك شهريار وزيره أن يأتيه بزوجة جديدة، هدده بقطع رقبته إن هو لم يفعل ذلك. خرج الوزير وفتش في كل بيت في المدينة فلم يعثر على بنت واحدة تصلح للزواج، فعاد إلى بيته حزينا مقهورا وخائفا على نفسه من الموت. كان للوزير بنتان غاية في الحسن والجمال، الكبيرة هي شهرزاد والصغيرة هي دنيا زاد. كانت شهرزاد قد قرأت كتب التاريخ وسير المتقدمين، فلما رأت أباها مهموما قالت له: ما لي أراك يا أبي العزيز حزينا مهموما؟ وقد قال أحد الشعراء في هذا المعنى: قل لمن يحمل هما إن هما لا يدوم، مثل ما يفنى السرور هكذا تفنى الهموم. فلما سمع الوزير هذا الكلام من ابنته حكى لها ما جرى له مع الملك شهريار، وكيف أنه هدده بالموت لو لم يعثر له على فتاة يتزوجها. قالت له شهرزاد: أرجوك يا أبي زوجني الملك شهريار. امتقع لون الوزير وصاح مستنكرا: تتزوجين من طاغية مصاص دماء حتى يتزوجك في المساء ويأمر سيافه أن يطيح برأسك قبل طلوع الفجر؟ إن هذا لن يحدث ولن يكون وأنا حي. فقالت شهرزاد: أرجوك يا أبي نفذ لي طلبي، لأنني أنوي أن ألقن ذلك الطاغية درسا لن ينساه. أجاب الوزير مشفقا على ابنته: سيقتلك يا ابنتي. أجابت شهرزاد في إصرار: قد أنجح فأنقذ بنات جنسي من الموت على يدي ذلك الطاغية وأكون سببا لخلاصهن من يديه. أجاب الوزير: وقد تموتين لن يرحمك هذا الطاغية. أجابت شهرزاد: إذا مت سأكون فداء لبنات الناس، لأنني لن أتركه يعيش بعد ساعة. حاول الوزير مرارا أن يثني ابنته عن عزمها وأن يخوفها من هذا الأمر الخطير، لكنها كانت قد اتخذت قرارها الخطير بأن تخوض التجربة وليكن ما يكون. أمام إصرارها وإلحاحها قال لها أبوها:
إن فعلت ذلك يا بنيتي فأنا أخشى عليك أن تخاطري بنفسك فيحدث لك ما حدث للحمار مع الثور. تعجبت شهرزاد وقالت له: وماذا جرى للحمار مع الثور يا أبي؟ قال الوزير: سأقص عليك هذه القصة لعلك تجدين فيها العبرة والعظة فتغيري رأيك. بدأ الوزير يحكي القصة لابنته قائلا: كان لأحد التجار أموال ومواشٍ، وكانت له زوجة وأولاد يحبهم، وكان الله تعالى قد من على هذا التاجر بمعرفة لغات الطير والحيوان، وكان في دار ذلك التاجر حظيرة بها حمار وثور. كان التاجر يهتم بإطعام الحمار وراحته ولا يكلفه من العمل إلا القليل جدا، بينما الثور يعمل في جر المحراث بالحقل طوال النهار ولا يجد من الطعام إلا القليل. وذات يوم توجه الثور إلى مكان الحمار في الحظيرة، وجده مكنوسا مرشوشا، ووجد أمام الحمار شعيرا نظيفا وتبنا كثيرا، ورأى الحمار راقدا مستريحا. تعجب الثور من حاله وحال الحمار وقال مستنكرا: هنيئا لك أيها الحمار، أنا أكد وأتعب في الحقل وأنت تجلس هنا مستريحا، أنا أجر المحراث والساقية والطاحونة حتى تتسلخ رقبتي، ولا أجد ما يقوتني ويسد جوعي إلا بصعوبة، بينما أنت هنا تأكل الشعير النظيف والتبن الكثير حتى سمنت. أشفق الحمار على الثور وقال له: أنا أدلك على خطة لو نفذتها لاسترحت من هذا العناء ونعمت مثلي بالراحة والهناء. فقال الثور متلهفا: أرجوك يا أخي أسعفني بهذه الخطة. فقال الحمار: إذا خرجت إلى الحقل ووضع الناف على رقبتك فارقد ولا تتحرك من مكانك حتى ولو ضربوك، وإذا قمت فارقد ثانية وتظاهر بالهزال والمرض، فإذا رجعوا بك إلى الحظيرة ووضعوا لك الطعام فلا تأكل، تظاهر بالضعف والمرض وامتنع عن الأكل عدة أيام، فإنهم يريحونك من العمل. من سوء حظ الحمار أن التاجر كان يقف قريبا منهما، فسمع حديثهما كله وفهم ما دار بينهما بالحرف الواحد. في اليوم التالي جاء العامل إلى الحظيرة ليأخذ الثور إلى الحقل، فوجده ضعيفا هزيلا لم يأكل، فذهب إلى التاجر وأخبره بما رأى. فقال التاجر: خذ الحمار وعلق المحراث في رقبته واجعله يحرث طوال النهار بدلا من الثور. عمل الحمار في جر المحراث طوال النهار حتى هده التعب. عندما عاد إلى الحظيرة ليلا شكره الثور على فكرته التي أراحته من التعب في ذلك اليوم، فلم يرد عليه الحمار وندم أشد الندم على نصيحته التي أراحت الثور وأتعبته هو. في اليوم التالي قاد العامل الحمار إلى الحقل وعلقه في الساقية، فظل يدور ويدور بها طوال النهار حتى هده التعب وتسلخت رقبته وهزل جسمه، فشكره الثور على فكرته فلم يرد عليه الحمار وقال في نفسه: كنت مستريحا فما ضرني إلا الفضول وقلة العقل. ثم واتته فكرة جريئة فقال مخاطبا الثور: اعلم يا أخي أني لك ناصح أمين، لقد سمعت صاحبنا اليوم يقول لعماله: إذا استمر الثور في تمارده ولم يخرج للعمل غدا فأعطوه للجزار حتى يذبح، لأنني لا حاجة بي إلى ثور هزيل كسول. فلما سمع الثور كلام الحمار خف في نفسه وقال: غدا أسرح إلى الحقل، العمل أرحم من سكين الجزار. وعكف الثور على علفه حتى أكله كله، لم يبق منه شيئا. كل ذلك والتاجر يسمع حوارهما ويرى الثور وهو يأكل علفه. في صباح اليوم التالي جاء التاجر وزوجته إلى الحظيرة، فلما رأى الثور قد استرد عافيته ضحك التاجر حتى دمعت عيناه من الضحك،
تعجبت الزوجة وقالت لزوجها: من أي شيء تضحك؟ أجاب التاجر: من شيء رأيته وسمعته ولا أقدر أن أبوح لك به فأموت. فقالت الزوجة غاضبة: إنك لم تضحك إلا مني، فأي شيء رأيته حتى تسخر مني هكذا؟ حاول التاجر أن يفهم زوجته أنه لا علاقة لها بالشيء الذي أضحكه، وأنه لا يمكن أن يبوح لها بذلك الشيء، ويقصد كونه يفهم لغة الحيوانات والطير حتى لا يموت. لكن الزوجة كانت مصرة على معرفة ذلك الشيء الذي أضحكه. عندما فشل التاجر في إقناع زوجته بالسكوت عن معرفة السر، أحضر أبناءه وأقاربه وأقارب زوجته وحكى لهم ما جرى من زوجته وإصرارها على معرفة السر حتى لو كان في ذلك موته. حاول الجميع إثناء الزوجة عن رأيها، لكنها كانت مصرة، وأمام إصرار الزوجة نهض التاجر ليتوضأ حتى يصلي ركعتين ثم يبوح بالسر، وليكن بعد ذلك ما يكون. كان في صحن الدار كلب وديك معه 50 دجاجة، فأخذ الديك يصيح وأخذ الكلب يلومه قائلا: أنت سعيد فرحان وصاحبنا سيبوح لزوجته بالسر ويموت. سمع التاجر الديك وهو يرد على الكلب قائلا: إن صاحبنا هذا قليل العقل، أنا لي 50 زوجة ولا أغضب زوجة واحدة، وهو له زوجة واحدة ولا يستطيع إصلاح حالها، لماذا لا يأخذ عصا ويضربها حتى تكف عن سؤاله عن أي شيء؟ عندما سمع التاجر كلام الديك توجه إلى زوجته وقال لها: تعالي خلفي وسوف أبوح لك بالسر حالا. دخل حجرته وأغلقها عليه وعلى زوجته، أمسك عصاه وانهال بها عليها حتى قالت له: لن أسألك عن شيء بعد الآن. فلما سمعت شهرزاد هذه الحكاية من والدها الوزير، زاد إصرارها على الزواج من الملك شهريار، وقالت لأختها الصغيرة دنيازاد: بعد أن يتم زفافي على الملك شهريار سوف أرسل من يحضرك، فإن دخلت علي فقولي: يا أختي احكي لنا قصة من قصصك الطريفة نقطع بها الليل، وأنا أحدثك حديثا يكون فيه خلاصي وخلاص كل بنات حواء من بطش ذلك الطاغية شهريار. هكذا زفت شهرزاد إلى الملك شهريار بإرادتها. فلما صارت وحيدة مع الملك بكت، فقال لها شهريار: ما لك تبكين؟ هل أنت خائفة من الموت؟ فقالت شهرزاد: لا أيها الملك، ولكن لي أخت صغيرة وأريد أن أودعها قبل أن أموت. أرسل الملك شهريار من أحضر الصغيرة دنيازاد، فلما دخلت على أختها شهرزاد عانقتها بشدة وأجلستها بجوارها، فقالت دنيازاد: بحق حبي لك وحبك لي يا أختاه احكي لنا قصة من قصصك الطريفة وحكاية من حكاياتك الظريفة التي طالما حكيتها لي حتى أذكرك بها بعد وفاتك. أجابت شهرزاد في أدب: إذا أمر الملك بذلك قصصت عليك ما تشائين. نظر الملك شهريار إليها قائلا: وهل تجيدين قص القصص؟ فقالت شهرزاد: وأعرف منها الآلاف والمئات. فقال شهريار متهللا: إذن احكي لنا حتى يحلو سمرنا ونقضي ليلنا بلا ضجر ولا ملل. فقالت شهرزاد: لو أذن مولاي سأبدأ بقصة التاجر والعفريت. بدأت شهرزاد تحكي حكايتها قائلة: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في إحدى البلاد تاجر كثير الترحال، خرج يوما في تجارته وبينما هو يسير اشتد عليه الحر، فجلس تحت شجرة يستظل بها ويأكل كسرة خبز وتمرة كانت معه، فلما أكل الثمرة رمى بالنواة بعيدا وهو لا يدري أنه في وادي الجن. لم تمضي سوى لحظة حتى ثار الغبار والدخان، ورأى التاجر عفريتا من الجان
يمسك بيده سيفا مسلولا وهو يتقدم نحوه قائلا في غضب: استعد للموت، سأقتلك كما قتلت ولدي. تملك التاجر الرعب ونظر إلى العفريت قائلا في خوف: كيف أقتل ولدك وأنا لا معرفة لي بك ولا بولدك؟ أجاب العفريت: لقد رميت النواة فجاءت في صدر ولدي فمات، وقد جئت لقتلك والقصاص منك. فقال التاجر: إن كنت قتلته كما تزعم فقد قتلته خطأ ولم أتعمد ذلك، ولهذا أرجو أن تعفو عني. أخذ التاجر يبكي متوسلا، ولكن العفريت ظل مصرا على قتله فتوسل إليه قائلا: إن لي مالا كثيرا وعلي دين لبعض التجار، فدعني أرجع إلى بلدي أجمع المال وأرد ما علي من دين وأسلم أموالي إلى زوجتي وأولادي، ثم أودعهم الوداع الأخير وأعود إليك في مثل هذا الوقت من العام القادم، فتفعل بي ما تشاء. وأقسم للعفريت على ذلك. فلما أحس العفريت صدق كلامه أطلق سراحه. عاد التاجر إلى بلده فقضى ديونه وجمع أمواله، وفي نهاية العام أعطى ما معه من أموال لزوجته وأولاده وحكى لهم ما حدث، ثم ودعهم وذهب ليفي بعهده للعفريت. وصل التاجر إلى وادي الجن فجلس تحت الشجرة ينتظر حضور العفريت ليقتله. بينما التاجر في جلوسه تحت تلك الشجرة أقبل عليه شيخ كبير السن ومعه غزالة مربوطة في سلسلة. تعجب الشيخ من جلوس التاجر في وادي الجن فقص عليه التاجر ما جرى له مع العفريت، أخبره عن سبب جلوسه. فقال له الشيخ مشفقا عليه: والله يا أخي إن حكايتك أعجب من العجب، لن أبرح هذا المكان حتى أرى ما يحدث لك مع ذلك العفريت. جلس الشيخ بجوار التاجر، وبعد قليل أقبل عليهما رجل وهو يمسك بيديه سلسلتين مربوط في كل منهما كلبة سوداء. سألهما عن سبب جلوسهما في هذا المكان وهو مأوى الجهن، فقص عليه التاجر حكايته، وفضل الرجل البقاء معهما حتى يعرف ماذا سيحدث للتاجر مع العفريت. بعد قليل مر بهم رجل آخر ومعه بغلة فسلم عليهم، وبعد أن علم الحكاية انضم إليهم هو الآخر. وبينما الجميع ينتظرون ثار الغبار والدخان، وظهر ذلك العفريت من الجهن وبيده سيفه المسلول. تقدم من التاجر وجذبه في غضب قائلا: قم لأقتلك فقد حان أجلك. بكي التاجر وبكي الرجال الثلاثة. تقدم الشيخ صاحب الغزالة قائلا للعفريت: إن لي حكاية أغرب من الخيال مع هذه الغزالة، فإذا حكيتها لك وأعجبت فهل تعدني أن تهب لي ثلث دم هذا التاجر المسكين؟ فقال العفريت: أعدك. بدأ الشيخ يحكي حكايته قائلا: اعلم أيها العفريت أن هذه الغزالة هي ابنة عمي، لقد تزوجتها وعشت معها 30 عاما، لكنني لم أرزق منها بولد فتزوجت زوجة غيرها، ورزقني الله تعالى منها بولد كأنه البدر في ليلة تمامه، فلما كبر وصار عمره 15 عاما سافرت مع تجارتي في رحلة بعيدة. سكت الشيخ متألما، ثم أضاف قائلا: وكانت ابنة عمي هذه قد تعلمت السحر وأنا لا أدري، فسحرت ولدي عجلا وسحرت أمه بقرة وسلمتهما إلى الراعي في أثناء سفري، ولما عدت من سفري سألت ابنة عمي عن زوجتي وولدي، قالت: إن زوجتي قد ماتت وأن ابني قد هرب. حزنت عليهما حزنا شديدا. عندما جاء عيد الأضحى أرسلت إلى الراعي أن يأتيني ببقرة سمينة، فجاءني ببقرة وهي نفسها زوجتي المسحورة. سكت الشيخ متألما، ثم قال: عندما حاولت ذبح البقرة صاحت وبكت بكاء شديدا ورجتني ألا أذبحها،
فتركتها وقلت للراعي: خذها إلى المرعى وأحضر لي عجلا. فآتاني بعجل هو ولدي المسحور، فلما رآني بكى وقطع حبله وتمرغ عند قدماي. أخذتني به الرأفة وقلت للراعي: خذ هذا العجل. وكانت ابنة عمي تصر على ذبحه، لكن قلبي لم يطاوعني على ذلك، وحدث بيني وبين ابنة عمي نزاع بسبب ذلك. سكت الشيخ قليلا ثم قال: ما حدث بعد ذلك كان أغرب وأعجب. ففي اليوم التالي جاءني الراعي متهللا وقال: سيدي التاجر، إن لابنة كانت قد تعلمت السحر في صغرها، فلما أعطيتني العجل بالأمس دخلت عليها به فغطت وجهها وقالت: هل هنت عليك يا أبي حتى تدخل علي الرجال الأجانب؟ فقلت لها: وأين هم الرجال الأجانب يا ابنتي؟ فقالت: إن هذا العجل الذي معك هو ابن سيد التاجر، لقد سحرته زوجة أبيه هو وأمه. فلما سمعت هذا الكلام من الراعي أسرعت معه إلى ابنته وأنا لا أصدق ما حدث. تعجب الحاضرون من كلام الشيخ، وواصل الشيخ حديثه قائلا: سألت ابنة الراعي: هل حقا ما تقولين يا ابنتي؟ فأكدت لي صدق كلامها وقالت: إن هذا العجل هو ابنك وقد سحرته هو وأمه ابنة عمك، وأنا أقدر على تخليصهما من سحرهما. فقلت لها: إذا استطعت تخليصهما من سحرهما فإن لك كل ما تحت يدي والدك من مواش وأموال تخصني. فقالت ابنة الراعي: ليس لي إلا شرطان، الأول أن تزوجني بابنك، والثاني أن أسحر من سحرته هو وأمه. فوافقتها على شروطها. أخذت ابنة الراعي طعصة فملأتها بالماء وقرأت عليها سحرها، ثم رشت بها العجل قائلة: إن كان الله تعالى قد خلقك عجلا فاستمر على هذه الحال ولا تتغير، وإن كنت مسحورا فعد إلى خلقتك الآدمية بإذن الله. فلما انتهت من كلامها عاد ابني كما كان إنسانا، وحكى لي ما حدث من ابنة عمي. ثم أسرعت ابنة الراعي بتخليص أمه من سحرها، وسحرت ابنة عمي الشريرة إلى غزالة، فأخذتها وجئت بها إلى هنا، فرأيت ذلك التاجر المسكين. فلما عرفت قصته جلست أنتظر ما يحدث له. فقال العفريت: هذه حكاية أغرب من الخيال، لقد وهبت لك ثلث دب التاجر. وتقدم الرجل الذي معه الكلبان السوداوان ليحكي قصته للعفريت بشرط أن يهب له ثلث دم التاجر، فقال: إن هاتين الكلبتين هما أخواي وأنا أخوهما، فقد مات والدنا وترك لنا 3000 دينار، فأخذ كل واحد منا 1000 دينار نصيبه من الميراث. فتحت أنا دكانا أبيع وأشتري فيه، وسافر أخواي بتجارتهما مع القوافل مدة سنة، ثم عادا وما معهما شيء، فأحسنت إليهما وأخذت أقسم ربح دكاني معهما. بعد فترة ألح علي أخواي في السفر وأن أسافر معهما، لكني رفضت، فظلا يلحان علي فوافقت وسافرت معهما. مضت سنوات، فحسبت ما ربحناه من مال خلال هذه الفترة كان 6000 دينار، فدفنت 3000 دينار، وأخذ كل واحد منا 1000 دينار ليتاجر فيها. اشترينا البضائع واستأجرنا مركبا وسافرنا وغبنا شهرا، فبعنا بضاعتنا وربحنا في الدينار 10 دنانير. وفي طريق عودتنا وجدنا على شاطئ البحر جارية فقيرة، فقالت لي: هل تصنع في معروفا فتتزوجني وتأخذني معك إلى بلدك وسوف أجازيك على هذا المعروف؟ فتزوجتها وكسوتها وأخذتها معي في المركب. ونحن في الطريق غار مني أخواي وحسداني واتفقا على قتلي وأخذ مالي. وذات ليلة كنت نائما في المركب، فحملني أخواي وألقيا بي في البحر،
في هذه اللحظة استيقظت زوجتي وانتفضت، فصارت جنية وأنقذتني من الغرق، ثم أجلستني فوق جزيرة، وبعدها قالت: أنا زوجتك التي تزوجتها، وأنا مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سكت الرجل قليلا عن الكلام، ثم واصلت الزوجة حديثها قائلا: لقد غضبت على أخويك بسبب حقدهما عليك، ولا بد من قتلهما كما حاول قتلك. فاسترسل الرجل قائلا: فشكرتها ورجوتها ألا تقتلهما، وحكيت لها ما فعلته معهما، فحملتني وطارت بي إلى بلدي، ففتحت دكاني وأخرجت 3000 دينار التي خبأتها ومارست تجارتي. وذات يوم عدت إلى داري فوجدت هاتين الكلبتين مربوطتين، فلما سألت زوجتي عنهما أخبرتني أنهما أخواي وقد سحرتهما كلبتين. قالت إن سحرهما لن يزول عنهما قبل مضي 10 سنوات، وقد مرت السنوات 10 وكنت سائرا إليها لتخلصهما من السحر، فرأيت ذلك التاجر المسكين. تعجب الحاضرون من القصة وقال العفريت: إنها حقا حكاية عجيبة، لقد وهبتك ثلث دم ذلك الجهن. وتقدم الرجل الثالث صاحب البغلة ليحكي حكايته قائلا: إن هذه البغلة التي ترونها معي هي زوجتي، وقد أغضبتها ذات يوم فقامت وأمسكت كوزا فيه ماء، ثم قرأت عليه ورشتني به قائلة: أخرج من صورتك الآدمية إلى صورة كلب. فصرت في الحال كلبا، فطردتني من البيت وصرت ضارا في الشوارع، حتى وصلت إلى دكان جزار فأخذت آكل العظام. عطف علي الجزار وأخذني معه إلى بيته، فلما رأتني ابنته غطت وجهها مني وقالت: أتحضر رجلا غريبا وتدخل به علي يا أبي؟ إن هذا الكلب رجل قد سحرته زوجته، وأنا أقدر على تخليصه بإذن الله تعالى. أخذت الفتاة كوزا فيه ماء فقرأت عليه، ثم رشتني به قائلة: أخرج من هذه الصورة المسحورة إلى صورتك الأولى. فعدت آدميا في الحال، وطلبت منها أن تسحر زوجتي حتى لا تسحرني مرة أخرى، وها هي ذي قد صارت بغلة كما تروها الآن. عندما انتهى الرجل الثالث من حكايته تعجب الحاضرون وقال له العفريت: وأنت قد وهبتك باقي دمه. وهكذا أصبح التاجر المسكين حرا ونجا من قتل العفريت بعد أن وهب الرجال 3 دمه. شكرهم التاجر ورجع إلى أهله. عندما انتهت شهرزاد من حكايتها أعجب الملك شهريار بحديثها وقال في نفسه: والله لن أقتلها الليلة حتى أسمع بقية حكايتها. وقالت دنيازاد: احكي لنا حكاية أخرى. تبسمت شهرزاد وقالت: في الكتاب التالي أحكي لكما حكاية الصياد والعفريت. يحكى أن رجلا كان يعمل صيادا، كانت له زوجة 3 أولاد، لكنه كان فقيرا. كان من عادة ذلك الصياد أن يرمي شبكته في الماء 4 مرات فقط. يحكى أن هذا الصياد قد خرج إلى شاطئ البحر ذات يوم، رمى شبكته في الماء، فلما حاول جذبها وجدها ثقيلة جدا، لم يقدر على جذبها إلا بمشقة كبيرة. عندما أخرجها إلى الشاطئ وجد فيها حمارا ميتا مزق الشبكة، فحزن الصياد وخلص الحمار من الشبكة، ثم رتق الخيوط الممزقة وأعاد طرح الشبكة في البحر مرة أخرى. ما حدث في هذه المرة كان أعجب، فعندما جذب الصياد شبكته وجد فيها زيرا مليئا بالطين والرمل. وفي المرة الثالثة وجد الصياد في شبكته حصى وحجارة، فحزن حزنا شديدا واستغفر ربه من هذا النحس الذي يلازمه اليوم، ثم رفع يديه إلى السماء وقال في ضراعة:
اللهم إنك تعلم أني لا أرمي شبكتي غير 4 مرات في اليوم، وقد رميتها 3 مرات لكنني لم أصطد سمكة واحدة. اللهم ارفع هذا النحس عني. توكل الصياد على الله ثم ألقى شبكته في الماء، انتظر عليها قليلا ثم جذبها فوجدها ثقيلة جدا. فقال الصياد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ظل الصياد يعالج الشبكة حتى أخرجها من الماء. كانت المفاجأة عندما فتح الصياد الشبكة وجد فيها قمقما من نحاس مختوما عليه برصاص. فلما رآه الصياد فرح به فرحا شديدا وقال في نفسه: هذا القمقم رزق ساقه الله إلي عوضا عن الصيد، سأبيعه في السوق 10 دنانير ذهبية. حمل الصياد القمقم فوجده ثقيلا، رأى خاتم الرصاص على فوهته فتملكه الطمع وقال في نفسه: لابد أن يكون هذا القمقم مليئا بالذهب، وإلا لما ختم عليه بالرصاص هكذا، لابد أن أفتح وأخذ ما فيه أولا. أخرج الصياد سكينا عالج به سدادة القمقم حتى انفتحت، ثم حاول سكم ما بداخل القمقم على الأرض لكن شيئا لم ينزل من القمقم. أخذ يحركه وينظر بداخله فلم ير فيه شيئا. فجأة رأى الصياد دخانا يخرج من فوهة القمقم ويتصاعد إلى عنان السماء. تعجب الصياد غاية العجب، وبعد قليل رأى الدخان يتشكل على هيئة مارد عملاق، رأسه في السحاب ورجلاه في التراب، مارد برأس كالقبة ويدين كالمذراتين ورجلين كالصواري وفم كالمغارة وأسنان كالحجارة وأنف كالإبريق وعينين كالسراجين. عندما رأى الصياد المسكين ذلك ارتعدت فرائصه واصطكت أسنانه وجف ريقه وعمى عن طريقه من الرعب والفزع. لما رآه المارد على هذه الحال قال بصوت راعد: أبشر أيها الصياد. فقال الصياد بدهشة: بماذا تبشرني أيها المارد؟ فقال المارد: أبشرك بقتلك في هذه الساعة شر قتلة، اختر الموت التي تحبها. فقال الصياد وهو يرتعد من الخوف: لماذا تقتلني وأنا الذي خلصتك من سجنك في القمقم وأطلقت سراحك من هذا الأسر؟ فقال المارد: اعلم أيها الصياد أنني صخر الجني، وأنا من الجن المارقين، وقد عصيت النبي سليمان فأرسل إلي وزيره وقبض علي ووضعني في السلاسل وقادني إلى النبي سليمان مكرها، فعرض علي الدخول في الإيمان فرفضت، فأحضر هذا القمقم وحبسني فيه ثم أغلقه علي بالرصاص وختمه بخاتمه العظيم، ثم أمر الجن أن يحملوني ويلقوني في البحر. فقال الصياد: وقد خلصتك من الأسر فهل يكون ذلك جزائي؟ أجاب المارد: انتظر حتى تعرف بقية الحكاية. لقد أقمت في البحر 100 عام وقلت في نفسي: من يخلصني من هذا الأسر أغنيته إلى الأبد. فمرت 100 عام ولم يخلصني أحد، ودخلت 100 عام أخرى فقلت في نفسي: من يخلصني فتحت له كنوز الأرض. فلم يخلصني أحد. فمرت علي 400 عام أخرى فقلت في نفسي: من يخلصني أقضي له كل حاجته وأحقق له كل أمنياته. فلم يخلصني أحد. فغضبت غضبا شديدا وقلت: من خلصني قتلته وخيرته أن يختار الميتة التي يحبها. فلما سمع الصياد هذه الحكاية تعجب وقال: من نحسي وسوء حظي أن آتي لأخلصك في هذه الساعة النحس. أيها المارد اعف عني يعف عنك الله، ولا تهلكني بغير ذنب فيسلط الله عليك من يهلك.
لقد أطلقت سراحك فلا تكن جاحدا وتقابل المعروف بالإساءة. فقال المارد في إصرار: لا بد من قتلك في هذه الساعة، فاختر الموتة التي تحبها وثمن أمنية أحققها لك قبل موتك. فلما رأى الصياد جهود الجني المارد وإصراره على قتله قال في نفسه: لقد ميزني الله تعالى بالعقل، ولابد أن أحتال على ذلك المارد حتى أنجو من القتل. واتته فكرة فاتجه إلى المارد قائلا: لي أمنية واحدة قبل موتي وأرجو أن تحققها لي. هجب المارد: تمنى ما شئت وأسرع لأنني متعجل موتك. هجب الصياد: كيف كنت محبوسا داخل هذا القمقم الصغير وهو كما أرى لا يسع يدك ولا رجلك، فكيف يسعك كلك؟ أجاب المارد: هل تشك أنني كنت في داخله؟ أجاب الصياد: لا أصدق حتى أرى بعيني. أجاب المارد بغباء: سوف ترى حالا حتى لا تكون لك حجة تؤخر بها موتك. وفي الحال انتفض المارد حتى صار دخانا، ثم بدأ يتجمع داخل القمقم. فلما أصبح الدخان كله داخل القمقم أمسك الصياد السدادة الرصاص ووضعها على فوهة القمقم، ثم نادى المارد قائلا: الآن أيها الغادر، تمنى أنت علي أي موتة تموتها، سوف أرميك في هذا البحر العميق ثم أبني لي بيتا هنا، وكل من جاء ليصطاد أمنعه من الصيد وأقول له: هنا عفريت غادر، وكل من يخرجه من البحر يقتله شر قتله. عندما سمع المارد كلام الصياد أدرك أنه حبس بغبائه داخل السجن. حاول الخروج فلم يقدر، فأدرك خطأه وحمل الصياد القمقم ليلقيه في البحر. توسل إليه المارد قائلا: لا لا أيها الصياد الطيب، لا تفعل، إنك بذلك تسجنني إلى الأبد. أخذ يبكي متوسلا إلى الصياد أن يرحمه. فقال الصياد: ألم أتوسل إليك ألا تقتلني؟ لكنك كنت مصرا على قتلي. لقد أحسنت إليك فقابلت إحساني بالجحود والنكران. فقال المارد: افتح لي حتى أحسن إليك. أجاب الصياد: تكذب يا ملعون، هذه حيلة لتقتلني شر قتله، لو كنت أبقيتني لأبقيتك الآن. الآن اذهب إلى البحر. فصرخ المارد من داخل القمقم وأخذ يبكي متوسلا بقوله: إن كنت أنا مسيئا فكن أنت محسنا، ولا تقابل إساءتي بالإساءة، أحسن يحسن إليك. فقال الصياد: الآن تبكي وتتوسل وتتحدث عن الإحسان. أجاب المارد: كن أنت أكثر مروءة مني وأطلق سراحي، وأنا أقسم لك وأعاهدك ألا أغدر بك أبدا أو أسيء إليك بعدها، بل أنفعك وأذلك على طريق يغنيك إلى الأبد، ثم إنك لن تستفيد من موتي وحبسي شيئا. أخذ المارد يقسم له على ذلك. فلما سمع الصياد توسلاته وبكاءه شعر بالصدق في كلامه، رق قلبه له، أخذ منه العهود والمواثيق على عدم الغدر وعلى الوفاء بالوعد، ثم رفع سدادة الرصاص عن فوهة القمقم، فخرج منه الدخان وتكامل حتى صار القمقم فارغا وصار المارد واقفا أمامه. كان أول شيء فعله المارد بعد خروجه هو أن ضرب القمقم بقدمه فرماه في ماء البحر. فلما رأى الصياد ذلك انتابه الخوف وقال في نفسه: هذه ليست بداية طيبة ولا تدل على الخير أبدا. لكنه استجمع شجاعته وقال للمارد: لقد عاهدتني على ألا تغدر بي وقد أخرجتك من سجنك، والآن جاء دورك لتفي بوعدك. فضحك المارد وقال: لا تخف أيها الصياد، أنا عند وعدي وسوف أذلك على شيء يعينك إلى الأبد، فقط اتبعني. مشى المارد ومشى الصياد وهو لا يصدق أنه نجا من الموت. خرجا من المدينة وصعدا جبلا، ثم نزل الاثنان إلى أرض شاسعة
خلف الجبل في وسطها بركة ماء. فلما نظر الصياد داخل البركة رأى فيها سمكا كثيرا بأربعة ألوان، فمنه الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر. تعجب الصياد من ذلك المنظر، فقال المارد له: هيا اطرح شبكتك في البركة لتصطاد. طرح الصياد شبكته وجذبها، ومن شدة فرحه وجد فيها أربع سمكات بأربعة ألوان مختلفة. قال المارد: خذ هذه السمكات الأربعة واذهب بها إلى ملك هذه المدينة، فسوف يعطيك مالا يغنيك، ولكن لا تأتي إلى هذه البركة إلا مرة واحدة في اليوم، ولا تصطد منها سوى مرة واحدة مهما كان رزقك. شكره الصياد وصار باحثا عن قصر الملك. بينما ذهب المارد إلى حال سبيله، تعجب الملك من منظر السمك الذي لم ير في حياته مثله. أمر وزيره أن يعطي للصياد 400 دينار ذهبي. أخذها الصياد وتوجه إلى منزله مسرورا. اشترى لزوجته وعياله كل ما يحتاجون إليه. وحتى هذه اللحظة لم يكن الملك يدري أن السمك الذي باعه له الصياد سمك مسحور، وأن وراءه حكاية عجيبة وقصة غريبة، بل هي قصة أغرب من الخيال. ترك الصياد السمك الملون وانصرف، فأمر الملك وزيره أن يحمل السمك إلى المطبخ ويطلب من الطاهية أن تطبخه في طاجن. حمل الوزير السمك إلى الطاهية وأمرها أن تنفذ أمر الملك. فقالت الطاهية: سمعا وطاعة سيد الوزير. نظفت الطاهية السمك جيدا وغسلته بالماء، ثم وضعته على الطاجن ووضعت السمك على النار حتى نضج وجهه الملاصق للطاجن، ثم قلبته على الوجه الآخر. ما إن فرغت من ذلك حتى رأت عجبا، انشق حائط المطبخ في الحال، وخرجت منه فتاة غاية في الحسن والجمال، ترتدي ملابس فخمة من الحرير المزركش بخيوط الذهب، وفي يدها أساور وخواتم مرصعة بالأحجار الثمينة، والفتاة تمسك بيدها عصا من الخيزران. تقدمت من الطاجن وغرست عصاها في السمك قائلة: يا سمك يا سمك، هل أنت على العهد القديم مقيم؟ وظلت تكرر ذلك القول عدة مرات، والطاهية تنظر إلى ما يحدث مفزوعة. رفع السمك رؤوسه من الطاجن وقال مخاطبا الفتاة: نعم نعم. فلما سمعت الطاهية كلام السمك أغمي عليها وراحت في غيبوبة. فقال السمك مخاطبا الفتاة: إن عدت عدنا، وإن وفيت وفينا، وإن هجرت فإنا تكافينا. قلبت الفتاة الطاجن حتى احترق السمك، وغادرت المطبخ من الجدار الذي دخلت منه، ثم عاد الجدار إلى الالتحام وراءها وكأن شيئا لم يحدث. أفاقت الطاهية بعد قليل فوجدت السمك محروقا كالفحم، وقفت حائرة فيما تفعل وماذا تقول للملك إذا سألها عن السمك. وبينما هي في حيرتها دخل الوزير المطبخ، فلما رأى السمك محروقا تملكه الغضب ونهرها بشدة، مهددا إياها بطردها من القصر. فقصت عليه الطاهية ما حدث. خاف الوزير أن يخبر الملك بهذه الحكاية التي ظن أن الطاهية لفقتها، ولذلك أرسل من أحضر له الصياد على الفور. عندما حضر قال له: اذهب وأحضر 4 سمكات ملونة مثل التي أحضرتها للملك اليوم، وإلا أمرت بقطع رأسك. أسرع الصياد في الحال إلى البركة، ألقى شبكته وجذبها، فوجد فيها 4 سمكات كل واحدة بلون. حملها إلى الوزير الذي أعطاه 400 دينار ذهبا. حمل الوزير السمك وتوجه به إلى المطبخ وقال للطاهية: هيا
اطبخي السمك أمامي حتى أتحقق مما تقولين. ومن العجيب أن الطاهية عندما وضعت الطاجن على النار انشق الحائط، وخرجت الفتاة ممسكة العصا، أخذت تقلب السمك وتتحدث إليه بنفس الكلام الذي قالته في المرة الأولى، والسمك يرد عليها بنفس الكلام حتى احترق السمك. عندما رأى الوزير ذلك تملكه العجب وتوجه إلى الملك فأخبره بما حدث. فقال الملك: لابد أن هذا السمك وراءه سر، ولابد أن أرى بعيني. ثم أرسل الملك إلى الصياد وأمره أن يحضر له 4 سمكات ملونة مثل التي أحضرها من قبل. وقف الملك يشرف بنفسه على عملية طهي السمك في المطبخ، ولشدة دهشته حدث ما حدث في المرتين السابقتين. قال الملك: هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، أحضر الصياد حتى نعرف منه سر ذلك السمك الغريب. عندما حضر الصياد سأله الملك قائلا: من أين تحضر هذا السمك؟ أجاب الصياد: من بركة خلف الجبل الكبير الذي يقع خلف مدينتك يا مولاي. فقال الملك: كم يوما تبعد هذه البركة عن هنا؟ أجاب الصياد: إنها لا تبعد أكثر من مسيرة نصف ساعة فقط. أمر الملك بخروج موكبه يحيط به الجنود والأعوان. تقدمهم الصياد ليدلهم على تلك البركة وهو يلعن المارد، حتى وصلوا إلى تلك البركة. لما رأى الملك السمك فيها أشكالا وألوانا سأل أتبعه عما إذا كان أحدهم قد رأى هذه البركة من قبل، فأنكر الجميع رؤيتها. فقال الملك: والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على كرسي المملكة حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها الغريب. أمر الملك الجنود بأن يضربوا الخيام وينزلوا حول البركة. وفي الليل تسلل الملك خارجا من خيمته بعد أن تقلد سيفه، أخبر وزيره أنه ذاهب لاستطلاع المنطقة حول البركة، وطلب منه ألا يخبر أحدا بذلك. سار الملك بقية ليلته حتى الصباح، ثم واصل سيره حتى اشتد عليه الحر. استراح قليلا ثم واصل سيره بقية يومه وليلته الثانية. وفي صباح اليوم التالي وصل إلى قصر مبني بالحجارة السوداء، وعليه باب مصفح بالحديد. من حسن حظه وجد باب القصر مفتوحا. طرق الملك باب القصر عدة مرات فلم يجبه أحد، ولذلك توجه إلى داخل القصر قائلا: يا أهل القصر، يا أهل القصر، عابر سبيل يطلب الطعام والماء. فلم يرد عليه أحد، ولذلك صار الملك داخل القصر حزينا لأنه لم يجد أحدا يسأله عن سر تلك البركة والسمك الملون الذي فيها. لم يكد الملك يسير داخل القصر قليلا حتى سمع أنينا خافتا وبكاء متقطعا يأتي من غرفة قريبة منه، فتوجه في الحال إلى باب الغرفة. رأى شابا حسن الوجه والمظهر يجلس في سرير مرتفع عن الأرض وهو يبكي بشدة. فلما رآه الملك تعجب من منظره وسأله قائلا: أخبرني أيها الشاب عن سبب بكائك وعن سر هذه البركة وسمكها الملون. فبكى الشاب بكاء شديدا. تعجب الملك وقال: ما الذي يبكيك أيها الشاب هكذا؟ فقال الشاب في تحسر: كيف لا أبكي وهذه حالي منذ سنوات؟ رفع الشاب ثيابه فرأى الملك أن نصفه الأسفل حجر ونصفه الأعلى بشر. ثم بدأ الشاب يحكي قصته قائلا: إن قصة هذا السمك عجيبة، لقد كان والدي ملكا على هذه المدينة، فلما توفي ورثت أنا الملك من بعده، كانت لي ابنة عم فتزوجتها وأنا لا أرى أنها تنوي لي شرا، وقد مكثت معها 5 سنوات وأنا لا أدري ما تدبره لي في الخفاء
وقد لاحظت أنها تغادر القصر ليلا وأنا نائم، ولا تعود إلا قبل الفجر بقليل، فتملكتني الظنون. تظاهرت ليلة بالنوم فسمعتها تقول: نم، ليتك لم تقم، لقد كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك. ثم ارتدت أجمل ثيابها وتلت تعويدة سحرية وغادرت القصر مسرعة. خرجت خلفها حتى غادرت المدينة ودخلت حصنا عليه قبة. صعدت فوق القبة وجلست أراقب ما يحدث، فقاطعه الملك قائلا: وماذا حدث؟ قال الشاب: لقد دخلت على والدها الذي كنت أحسب أنه مات قبل أبي بسنوات، حين دبر مؤامرة لقتل أبي حتى يستولي على الملك، لكن أبي قمع مؤامرته وظن الجميع أنه مات. بعد أن عانقت والدها سمعته يقول لها: أما آن الأوان حتى تتخلصي من زوجك وأجلس أنا على العرش بدلا منه؟ فقالت له: إنني أعد العدة لذلك، سيأتي اليوم الذي أقتله فيه وتجلس أنت على العرش بدلا منه يا أبي. يجب أن نهيئ الشعب أولا لذلك حتى لا تحدث ثورة ضدك. سكت الشاب ثم واصل حديثه في تأثر قائلا: عندما سمعت ما تدبره من مؤامرة هي وأبوها لم أستطع تمالك نفسي، فتسللت إلى داخل القلعة وضربته بسيفي على عنقه ضربة ظننت أنها قد قتلته، لكنها قطعت حلقومه فقط، فتركته ينزف وغادرت الحصن مسرعا. وفي تلك الليلة وقعت كل المصائب التي نحن فيها. لقد عادت زوجتي إلى القصر حزينة مما فعلته بأبيها، فما إن رأتني حتى أخذت تردد كلاما غريبا لم أفهم معناه، ثم نظرت إلي قائلة: جعل الله سحري نصفك حجرا ونصفك الآخر بشرا، فصرت كما تراني، لا أنا حي ولا أنا ميت. كانت مدينتنا تحتوي 4 أصناف من الناس: مسلمين، نصارى، ويهود، ومجوس، فصحرتهم كلهم سمكا وهو الذي رأيته في البركة، وصحرت جزر المملكة 4 إلى 4 جبال وهي التي رأيتها تحيط بالبركة. وقد نقلت والدها الجريح إلى قصر مجاور وتقضي الوقت في تمريضه وعلاجه، لكنها تأتي إلى هنا كل ليلة مرة فتضربني بالصوت وتعذبني حتى يسيل الدم من جسدي، وأنا أبكي وأصرخ دون أن أقدر على دفع أذاها عني. تأثر الملك من كلام الشاب المسحور وبكى حتى ابتلت لحيته، ثم قال: إن شاء الله تعالى أخلصك من هذه الساحرة الشريرة ومن أذاها. انتظر الملك حتى حل المساء وحان موعد حضور تلك الزوجة الشريرة لتعذيب زوجها، ثم تسلل مغادرا المكان حتى وصل إلى القصر الذي تخبئ فيه والدها. دخل القبو الذي يقيم فيه فقتله، ثم أخفى جثته وارتدى ملابسه ونام في فراشه. عندما انتهت الزوجة الشريرة من تعذيب زوجها عادت إلى أبيها في القبو، فلما رآها الملك داخلة عليه قلد صوت أبيها وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمعت صوته ظنته صوت أبيها وقالت في فرح: هل بدأت تتماثل للشفاء يا أبي؟ فقال لها الملك: نعم، ولكنك تصرين على ضرب زوجك وتعذيبه، وصراخه يحرمني النوم طوال الليل، ولولا هذا لكنت تعافيت منذ فترة. يجب أن تسارع بتخليصه من هذا السحر حتى لا يقلق نومي. أخذت الزوجة الشريرة طاسة مليئة بالماء قرأت عليها، ثم توجهت إلى زوجها ورشت الماء في وجهه فزال عنه السحر في الحال وعاد إلى صورته الآدمية. ثم عادت إلى القبو فقال لها الملك مقلدا صوت أبيها: لقد أرحتني يا بنيتي من الفرع ولم تريحيني من الأصل. أهل هذه المدينة وسكان الجزر 4 في كل ليلة عند منتصف الليل
يرفع السمك رأسه ويدعو علي بالعذاب. فقالت الزوجة الشريرة: حالا أخلصه من سحرهم طالما أن ذلك يريحك يا أبي. أخذت بعض الماء وقرأت عليه، ثم رشته في الجهات الأربع، فانفك السحر عن المدينة والجزر الأربعة، وتحول السمك إلى آدميين مرة أخرى، ودبت الحياة في كل أرجاء المملكة. وعادت الزوجة الشريرة إلى الملك في القبو وهي تظن أنه أبوها، فأخرج الملك سيفه وطعنها به فقتلها وأراح الناس من شرها وسحرها. يحكى أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في أرض رومان ملك عظيم الشأن يسمى الملك يونان. كان الملك يونان ذا مال كثير وأعوان، لم يكن ينغص عليه حياته سوى شيء واحد، فقد أصيب الملك ببرص في جلده، حارت في علاجه الأطباء وعجزت عن مداواته الحكماء، وبسبب ذلك المرض كان الملك كثير الحزن عازفا عن لقاء الناس، فعاش في شبه عزلة يصرف شؤون ملكه من داخل قصره. وذات يوم قدم إلى مدينة الملك يونان حكيم نابه يقال له الحكيم دويان. كان الحكيم دويان عالما بأصول الطب والحكمة، درس الأعشاب والنباتات وعلم مضارها ومنافعها، فلما دخل المدينة سمع من الناس عن إصابة ملكهم بمرض البرص الذي عجزت الأطباء والحكماء عن مداوته. في اليوم التالي توجه الحكيم دويان إلى قصر الملك يونان، فلما دخل على الملك حياه وعرفه بنفسه ثم قال: أيها الملك، بلغني ما ألم بك من مرض حار في علاجه الأطباء، وقد حضرت لأداويك من هذا المرض دون أن أسقيك دواء أو أدهنك بدهان. فلما سمع الملك كلامه تعجب منه وقال: إن شفيتني من هذا المرض كما تقول أغدقت عليك الأموال والهدايا وأغنيتك وقربتك مني وحققت لك كل ما تتمناه في هذه الحياة. فأجاب الحكيم دويان: إن شاء الله أشفيك من مرضك دون تعب ولا مشقة. فقال الملك: في أي وقت تبدأ علاجك أيها الحكيم؟ فقال الحكيم دويان: غدا نبدأ العلاج بإذن الله. استأذن الحكيم عائدا إلى بيته، جهز العقاقير والأدوية التي سيعالج بها الملك، ثم قام بخلطها معا حتى صارت عجينة، فصنع منها صولجانا جعله مجوفا من الداخل، ووضع بداخله عصا حتى يقويه، ثم صنع لهذا الصولجان كرة. وفي اليوم التالي توجه الحكيم يونان بالكرة والصولجان إلى الملك وطلب منه أن يركب جواده إلى الميدان ويلعب بالكرة والصولجان. خرج الملك مع الحجاب والوزراء إلى ميدان السباق وركب جواده، فأعطاه الحكيم الكرة والصولجان قائلا: خذ هذا الصولجان واقبض عليه بيدك القوية واضرب به الكرة حتى يعرق كفك وينفذ إليه الدواء ثم يسري في سائر جسدك، ثم عد إلى الحمام واغتسل، ثم اذهب إلى فراشك ونم فإنك تبرأ من مرضك بإذن الله. نفذ الملك يونان ما أمره به الحكيم دويان، ومن شدة دهشته أنه عندما استيقظ من نومه في اليوم التالي لم يجد بجسده أي أثر للبرص، رأى جسده نقيا مثل الفضة البيضاء، ففرح بشدة وتوجه إلى كرسي عرشه فجلس عليه. علم أهل المملكة بشفاء الملك من مرضه، فتوافد عليه الحجاب والوزراء وكبار رجال الدولة لتهنئته بالشفاء. دخل عليه الحكيم دويان ففرح الملك بقدومه ونهض إليه معانقا وأجلسه بجواره، ثم أمر بموائد الطعام فأقيمت في القصر احتفالا بهذه المناسبة. وفي نهاية اليوم
أعطى الملك الحكيم دويان الكثير من الأموال والهدايا وأرسله إلى بيته معززا مكرما. منذ ذلك اليوم لم يعد الملك يستغني عن وجود الحكيم دويان في مجلسه، فقربه إليه ولم يعد يقضي أمرا من أمور الدولة إلا بمشورته. أثار تقريب الملك للحكيم دويان وإكرامه له حسد الكثيرين من المقربين من الملك. كان للملك وزير لئيم بخيل حسود، فلما رأى منزلة الحكيم ترتفع كل يوم عند الملك حسده على ذلك، وقرر أن يغري الملك بالحكيم حتى يقتله. وذات يوم تقدم الوزير الخبيث إلى الملك وقال له: أيها الملك المعظم، لقد شملنا فضلك وإحسانك، ولذلك فمن حقك علينا أن نبدي لك النصيحة إذا أذنت. فقال الملك وقد أزعجه كلام الوزير: تكلم أيها الوزير، هل تعلم شيئا وتخفيه عني؟ قال الوزير في دهاء: أيها الملك الجليل، لقد قال الحكماء: من ينظر في العواقب فليس الزمان له بصاحب، ولقد رأيتك أيها الملك تكرم عدوك وتنعم على من جاء يطلب زوال ملكك، لقد قربته إليك غاية القرب، وأنا أخشى عليك عاقبة ذلك. فزع الملك لما سمعه من الوزير وقال له: من هو عدو الذي تزعم أنني أحسنت إليه؟ قال الوزير: الحكيم دويان. فقال الملك: هذا الحكيم هو صديقي وليس عدوي كما تزعم، لقد داواني من مرض الذي حارت فيه الأطباء والحكماء، فكيف تقول عنه ذلك؟ فقال الوزير: ليس قصدي سوى النصيحة أيها الملك. قال الملك: لقد عالجني بدون شراب أو دهان، بل بشيء أمسكته في يدي، ولذلك فهو من أعز الناس عندي، ومن حقه علي أن أقربه وأكرمه وأغدق عليه بالأموال والهدايا. فقال الوزير: إذا كان قد عالجك بشيء أمسكته في يدك فهو يستطيع أن يقتلك بشيء تمسكه في يدك أيضا، إن كنت قد أحسنت إليه وقربته فإنه يدبر لهلاكك. ظل الوزير الشرير يردد على مسامع الملك هذا الكلام، حتى اقتنع الملك أن الحكيم عدو له، وقد يكون جاسوسا أرسله أعداؤه لهلاكه. فقال للوزير: وما العمل في هذا الأمر الخطير؟ قال الوزير: من رأيي أن ترسل من يحضره إليك الآن، فإذا جاء ضربت عنقه واسترحت من شره، ابدأ به قبل أن يبدأ هو بك. أجاب الملك: هذا هو الرأي الصواب. أرسل الملك في الحال من أحضر له الحكيم دويان، فدخل على الملك وهو فرحان لا يدري ما دبر له. فقال له الملك: أتعلم أيها الحكيم لماذا أحضرتك؟ قال الحكيم: لا يعلم الغيب إلا الله وحده. ففاجأه الملك بقوله: لقد أحضرتك لأقتلك. تعجب الحكيم غاية العجب وقال في أدب: لماذا تقتلني؟ وأي ذنب بدا لك مني؟ فقال الملك: لقد اكتشفت أنك جاسوس وأنك أتيت لكي تقتلني، ولهذا لابد أن أقتلك قبل أن تقتلني. نادى الملك السياف ليقتل الحكيم، فأجاب الحكيم: أيها الملك لا تقتلني أرجوك، فيسلط الله عليك من يقتلك. فقال الملك: لا آمن مكرك حتى أقتلك، لقد أبرأتني بشيء أمسكته، وليس من الصعب عليك أن تقتلني بشيء أشمه. وأشار الملك إلى السياف أن يغمى وجه الحكيم ثم يضرب عنقه. فلما رأى الحكيم ذلك أيقن أنه هالك، فتأسف في نفسه على أنه صنع المعروف في غير أهله، فبكى وقال: أيها الملك، أن يكون هذا جزائي منك على ما صنعته معك من معروف؟ أبقني يبقك الله ولا تقتلني فيقتلك الله. فقال الملك: لابد من قتلك. أجاب الحكيم: إذا كان لابد من قتلي فأعطني مهلة حتى أذهب إلى داري وأودع أهلي
وأوصي بأموالي وأهب كتب الطب التي عندي لمن يستحقها، فأنا عندي كتاب فيه الكثير من العجائب، دعني يا مولاي أهبه لك حتى تدخره في خزانتك. فقال الملك: وماذا في هذا الكتاب الذي تريد أن تهديه إلي؟ أجاب الحكيم: إن هذا الكتاب فيه من العجائب والأسرار ما لا يحصى، وأقل ما فيه من الأسرار أنك إذا قطعت رأسي وفتحت هذا الكتاب وقلبت 3 صفحات ثم قرأت 3 أسطر من الصفحة التي على يسارك، فإن الرأس يكلمك ويجيب عن جميع أسئلتك. تعجب الملك من كلام الحكيم غاية العجب، وقال له: هل أنت واثق أنني إذا قطعت رأسك تكلمت؟ أجاب الحكيم: تمام الثقة. فوافق الملك على أن يذهب الحكيم إلى بيته لإحضار الكتاب كما وعده، وأرسل معه حراسا أشداء حتى لا يهرب من المدينة. قضى الحكيم دويان بقية يومه في تدبير أمره، وفي اليوم التالي عاد إلى قصر الملك وهو يحمل معه كتابا عتيقا وقارورة فيها زر ورد، ثم جلس وقال: أريد طبقا كبيرا. فلما أحضروا له الطبق كتب فيه بزر الورد، ثم أعطاه للملك وأعطى له الكتاب قائلا: إذا قطعت رأسي فضعها في هذا الطبق وافتح الكتاب لتقرأ منه كما أفهمتك، وسوف أكلمك وأرد عليك بإذن الله. فقال الملك: وماذا أقرأ؟ أجاب الحكيم: افتح الكتاب وسوف أعلمك ماذا تقرأ. حاول الملك فتح الكتاب فوجد صفحاته ملصوقة في بعضها، فوضع أصبعه في فمه وبله بريقه حتى فتح أول صفحة بصعوبة، وهكذا أخذ يبل أصبعه في كل صفحة حتى فتح 6 صفحات ولم يجد كلمة واحدة مكتوبة. فقال: أيها الحكيم، لقد قلبت 6 صفحات ولم أجد شيئا. فقال الحكيم: استمر يا مولاي، استمر في تقليب الصفحات، فهذا من أسرار الكتاب. استمر الملك يبل أصبعه بريقه ويقلب الصفحات حتى صار السم الذي وضعه الحكيم في الورق في جسده فمات. نجا الحكيم بعلمه وحكمته من الموت. يحكى أن حمالا فقيرا كان يعيش في مدينة بغداد في زمن الخليفة هارون الرشيد. كان ذلك الحمال وحيدا في الحياة بلا زوجة ولا أولاد، فكان يقضي نهاره في سوق بغداد حاملا مشتريات الناس في قفصه الذي يضعه فوق رأسه. ذات يوم كان الحمال واقفا كعادته في السوق منتظرا من يدعوه لحمل مشترياته. رأى سيدة شابة جميلة ترتدي ملابس حريرية موشاة بالذهب، وهي تتقدم نحوه قائلة: أيها الحمال اتبعني، لدي مشتريات كثيرة وأرجو أن تحملها إلى البيت. تفاءل الحمال خيرا وقال: نهارك سعيد يا سيدتي، يبدو أن الله سيرزقني على يديك خيرا كثيرا. صارت السيدة الجميلة في السوق والحمال يتبعها، وبعد قليل توقفت عند بائع الفاكهة والخضر واشترت منه خوخا وتفاحا ومشمشا وخيارا وليمونا وكثيرا من الفاكهة والخضر، وضعتها في القفص وطلبت من الحمال أن يحملها، فحملها وصار يتبعها. بعد قليل وقفت السيدة عند الجزار وطلبت منه أن يقطع لها 10 أرطال من اللحم، فلما وزنها وضعتها في قفص الحمال وسارت وهو خلفها يتبعها. هكذا راحت السيدة تنتقل من بائع إلى بائع، مرت بحانوت الحلواني والبقال والعطار، لم تترك محلا حتى اشترت منه شيئا. أخذ الحمال المسكين يئن تحت ثقل حمله، فقالت له السيدة: تماسك وسوف أعطيك أجرك مضاعفا إن شاء الله.
بعد أن أنهت السيدة مشترياتها غادرت السوق والحمال يتبعها حتى وصلت إلى بيت فخم البناء أمامه حديقة مثمرة. تقدمت نحو باب البيت المصنوع من خشب الأبنوس المحلى بصفائح الذهب. طرقت الباب طرقا خفيفا، وبعد قليل فتح الباب وظهرت من خلفه فتاة ذات حسن وجمال. رحبت بالسيدة والحمال وأدخلتهما إلى داخل البيت. رأى الحمال داخل البيت من الأثاث الفاخر ما لم يره طوال حياته. صارت أمامه السيدتان حتى وصلت إلى قاعة فخمة عليها ستائر من الحرير، وفي وسطها سرير من المرمر المزدان بالجوهر تجلس بداخله سيدة غاية في الروعة والجمال. فسبحان من أبدع وسبحان من صور، وهي صاحبة البيت. فلما رأت أختيها واقفتين والحمال خلفهما يئن تحت ثقل حمله أشفقت عليه وقالت: لماذا تقفان هكذا وتتركان ذلك المسكين يتألم من ثقل حمله؟ ساعدوه في إنزال قفصه. سارعت الأختان بمساعدة الحمال على إنزال قفصه وإفراغ محتوياته من المشتريات، ثم وضعن كل شيء في مكانه بالمطبخ. أعطت التي أحضرت المشتريات من السوق للحمال دينارين قائلة: هذا أجرك الذي وعدتك به، فخذه وانصرف لحالك. نظر الحمال إلى ما تحيا فيه السيدات الثلاث من رغد العيش والحياة الناعمة، وقال متعجبا في نفسه: كيف تحيا هؤلاء السيدات هذه الحياة الناعمة المرفهة ولا يكون معهن أخ ولا أب ولا أم ولا رجل يحميهن ويقوم على رعاية مصالحهن؟ فلما رأينه واقفا لم يتحرك من مكانه، قالت التي كانت تجلس في السرير: ما لك لا تذهب إلى حال سبيلك؟ هل استقللت الأجرة؟ التفتت إلى أختها التي أحضرت المشتريات قائلة: أعطيه دينارا آخر حتى ينصرف إلى حاله. فقال الحمال: لقد أخذت أجري مضاعفا، إنني أعمل طوال النهار ولا أتحصل على دينار واحد إلا بصعوبة. إنما وقفت أتفكر في حالكن وأنتن تعيشن وحيدات بلا أخ ولا زوج أو ونيس أو أحد يقضي لكن مصالحكن ويقوم عنكن بأعباء الحياة ويسهر على خدمتكن. تأثرت السيدات الثلاث من كلام الحمال وقالت إحداهن: هذا صحيح، نحن في حاجة إلى رجل يقضي لنا حوائجنا، لكننا نخاف أن نودع أسرارنا عند من لا يحفظها. فقال الحمال: سأكون لكن أخا يحفظ السر ويقوم بقضاء مصالحكن، ولن تجدن مني إلا كل خير، وأعدكن بذلك. لما سمعن حديثه قالت إحداهن: لن نسمح لك أن تكون أخا لنا حتى تعدنا ألا تتدخل في شؤوننا وألا تسأل عما لا يعنيك مهما بدلك من أحوالنا. وعدهن الحمال بذلك وأقسم أنه سيكون نعم الأخ والخادم لهن، وأنه لن يفتح فمه أو يتكلم فيما لا يعنيه. قالت التي كانت تجلس في السرير: انهض إلى الباب واقرأ ما هو مكتوب عليه. نهض الحمال متوجها إلى باب البيت، وجد مكتوبا عليه بماء الذهب: لا تتكلم فيما لا يعنيك حتى لا تسمع ما لا يرضيك. وعاد إليهن قائلا: أعدكن بألا أفتح فمي مهما رأيت أو سمعت. هكذا وافقت السيدات الثلاث على أن يقوم الحمال بخدمتهن ويكون لهن بمثابة الأخ الذي يقضي لهن مصالحهن. مضى النهار بطوله وجاء الليل بظلامه، وهم الحمال أن ينصرف عائدا إلى بيته بعد أن قام بعمله. سمعت السيدات طرقا على باب البيت، قامت إحداهن وفتحت الباب فرأت ثلاثة رجال غرباء من الروم ذقونهم محلوقة وكل واحد منهم أعور بالعين الشمال، وهم جميعا في هيئة الصعاليك. طلبوا منها بعض الطعام فعادت إلى أختيها
وأخبرتهما بما رأت وسمعت. فقالت الكبرى وهي التي كانت تجلس في السرير: أدخليهم، فالطعام لدينا كثير، لعلنا نتسلى بقصتهم ونضحك من مناظرهم، ولكن اشترطي عليهم ألا يتكلموا فيما لا يعنيهم حتى لا يسمعوا ما لا يرضيهم. عادت إليهم وأرتهم ما هو مكتوب على الباب، فوافقوا على ألا يسألوا عن شيء مهما رأوا ومهما سمعوا. هكذا دخل العور الثلاثة إلى البيت، جلسوا يأكلون حتى شبعوا. فقال لهم الحمال: أليست معكم حكاية أو نادرة تسلون بها يا إخوان؟ فقال أحد العور: نحن نجيد العزف والغناء، فإن أذنتم لنا أسمعناكم من عزفنا وغنائنا ما يطربكم. أحضرت التي فتحت الباب لهم عودا ودفا. انطلق الغرباء الثلاثة يعزفون ويغنون بأصوات صاخبة يسمعها كل من يسير في الشارع، والحمال والسيدات الثلاث ينصتون إليهم. ولا ندري إن كان من سوء أو من حسن الحظ أن الخليفة هارون الرشيد كان في ذلك الوقت قد خرج متنكرا ومعه وزيره جعفر ومسرور سيافه، وذلك لتفقد أحوال الرعية، والثلاثة متنكرون في ملابس تجار عرب غرباء عن بغداد. فلما سمع هارون الرشيد أصوات العزف والغناء الصاخبة قال لوزيره جعفر: اطرق هذا الباب حتى نرى ما هذا الصخب الذي يحدث بالداخل. تقدم الوزير جعفر من الباب وطرقه، فصرعت إحدى الأخوات الثلاث بفتح الباب، فقال لها الخليفة: نحن تجار من فلسطين، ونحن نازلون في خان التجار، لكن هذه الليلة عزمنا أحد تجار بغداد على العشاء في داره، فلما انتهينا من طعامنا وغادرنا داره إلى الخان تهنا عنه، فهل تتكرمون علينا بالمبيت عندكم حتى الصباح؟ وافقت على إدخالهم بعد أن استشارت أختيها، وبعد أن أرتهم ما هو مكتوب على الباب، وشرطت عليهم ألا يتكلموا فيما لا يعنيهم حتى لا يسمعوا ما لا يرضيهم. هكذا دخل الخليفة والوزير والسياف، جلسوا ينصتون إلى عزف وغناء العور الثلاثة. تعجب الخليفة من كونهم جميعا عورا بالعين الشمال، فلما اشتد العزف والغناء تغير حال السيدات الثلاث فجأة وبان الغضب في وجوههن، وقالت صاحبة البيت وهي التي تجلس في سريرها المرمري من قبل: أحضروا الكلبتين، لقد حان وقت عقابهما. وأسرعت بإحضار صوت رهيب ثم وقفت تلوح به في الهواء منتظرة إحضار الكلبتين. في ذلك الوقت كانت التي أحضرت المشتريات من السوق قد أسرعت بمساعدة الحمال في إحضار كلبتين سوداوين مقيدتين بالسلاسل، وأوقفتهما أمامها. وفي ثورة غضب راحت صاحبة البيت تنهال بالصوت على الكلبتين حتى أدبتهما، والكلبتان تصرخان وتستجيران حتى تعبت صاحبة البيت فألقت بالصوت من يدها وجلست تبكي. كل هذا والحاضرون يتعجبون، أما الخليفة فقد ضاق صدره من هذا المنظر، لكنه لم يستطع أن يتكلم لأنهن شرطن عليه ألا يتكلم فيما لا يعنيه حتى لا يسمع ما لا يرضيه. لم يجرؤ أحد من الحاضرين أن ينطق بكلمة. ما حدث بعد ذلك كان أعجب وأغرب، فبعد أن هدأت ثورة صاحبة البيت أشارت إلى التي قامت بإحضار المشتريات من السوق قائلة: الآن حان دورك يا أختاه. أمسكت الأخيرة عودا وأخذت تعزف عليها وتغني غناء حزينا يدمي القلوب ويمزقها حتى شقت ثيابها، فبان أثر ضرب وتعذيب على رقبتها وكتفيها، ثم أخذت تبكي حتى غابت عن الوعي. أسرعت صاحبة البيت برش الماء على وجهها حتى ثابت إلى رشدها. ما حدث مع المرأة الثانية حدث مع الثالثة. تأثر الخليفة هارون الرشيد من هول ما رأى، وقال لوزيره جعفر:
لن أستريح حتى أعرف خبر هؤلاء النسوة الثلاث وخبر هاتين الكلبتين ولماذا يفعلن بهما ذلك. أجاب الوزير جعفر: تذكر يا مولاي أنهن اشترطن علينا ألا نتدخل فيما لا يعنينا حتى لا نسمع ما لا يرضينا. تهامس الصعاليق العور الثلاث فيما بينهم، وقال أحدهم: ليتنا متنا من الجوع وما حضرنا إلى هذا البيت حتى نرى ما رأينا. نظر إليهم الخليفة وقال متعجبا: ألستم من هذا البيت؟ قال الصعلوك الثاني: نحن غرباء مثلكم، وما دخلنا هذا البيت إلا قبلكم بقليل. أجاب الخليفة: هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، لا بد من معرفة سر ما يحدث. سمعت صاحبة البيت حديث الخليفة فقالت: عن أي شيء تريد أن تسأل أيها التاجر؟ قال الخليفة: عن سبب عقابك للكلبتين ثم بكائك وعن أثر هذا الضرب والتعذيب في جسد أختيك. غضبت صاحبة البيت غضبا شديدا ثم ضربت الأرض بقدمها ثلاث مرات قائلة: أسرعوا عجلوا. وفي الحال فتح باب حجرة داخلية وخرج منه سبعة عبيد أقوياء بيد كل واحد منهم سيف مسلول، فأحاطوا بالخليفة والآخرين قائلين: اسمح لنا يا سيدتي أن نضرب رقابهم. وهكذا وجد الخليفة والآخرون أنفسهم يواجهون خطر الموت. قالت صاحبة البيت: اتركوهم حتى أسألهم عن حالهم قبل أن تضربوا رقابهم. فقال الحمال مرتجفا: يا سيدتي، لم تقتليني بذنب هؤلاء الصعاليق وهؤلاء التجار وأنا ما خالفت لك شرطا؟ فزال غضب صاحبة البيت قليلا وقالت: لم يبق من أعماركم إلا قليل، فأخبروني أولا بخبركم، لم تجرأتم على دخول داري؟ قال الخليفة لوزيره جعفر: ويلك يا جعفر، أخبرها من نكون، وإلا قتلنا هؤلاء الوحوش غدرا ودون ذنب جنيناه. قال جعفر هامسا: تمالك نفسك يا مولاي حتى نعرف قصة هؤلاء السيدات الثلاث وسبب تصرفاتهن الغريبة. وهنا أشارت صاحبة البيت إلى واحد من الصعاليق الثلاث قائلة: هل ولدت أعور بالعين الشمال هكذا؟ تقدم الصعلوك الأول منها قائلا: أبدا يا سيدتي، ولكن جرت لي قصة غريبة وهي التي تسببت في تلف عيني، قصة لو كتبت بالإبر على مآقي البصر لكانت عبرة لمن يعتبر. تأثرت صاحبة البيت من كلامه وقالت: كل واحد منكم يحكي لي حكايته وسبب مجيئه إلى بيتي ثم يلمس بيده على رأسه وينصرف إلى حاله. تقدم الحمال قائلا في عجل: لقد استأجرتني أختك من السوق لحمل مشترياتها، فلما جئت هنا صعب علي حالكن، وعرضت عليكن أن أبقى معكن لخدمتكن ورعاية شؤونكن، وأكون لكن بمثابة الأخ الناصح المعين، ولم أخل بشرطي حتى جاء هؤلاء الصعاليق وأولئك التجار، فثار غضبك بسبب فضولهم، وأنا لا ذنب لي فيما حدث. فقالت صاحبة البيت: ملس على رأسك واذهب إلى حالك، فلم يعد لنا حاجة إلى وجودك معنا. فقال الحمال: لا أذهب حتى أسمع قصص هؤلاء الرفاق كما استمعوا إلى قصتي. وهنا تقدم الصعلوك الأول ليحكي حكايته قائلا: إن سبب حلق ذقني وفقد عين الشمال له قصة طويلة، وها أنا ذا أحكيها لكم. لقد كان أبي ملكا على مدينة كبيرة من مدن الروم، وكان عمي ملكا على مدينة أخرى، وقد ولدتني أمي في نفس اليوم الذي ولدت فيه زوجة عمي ابنها. مضت سنوات كثيرة كبرت أنا وابن عمي خلالها حتى صرنا شابين، نشأنا مثل الأخوين المتحابين، كان كل منا يزور الآخر في مملكة أبيه. سكت الصعلوك الأول متناهدا في ضيق ثم أضاف قائلا: وذات يوم كنت في زيارة لابن عمي في قصره، فأكرمني غاية الكرم
وألح علي أن نخرج في رحلة صيد إلى الصحراء الشاسعة الممتدة خارج حدود المملكة. كانت هذه الصحراء مأواً للصوص وقطاع الطرق والخارجين على القانون، الذين كان عمي يطلق عليهم الثوار، والذين كانوا على عداء شديد مع عمي بسبب حربه لهم وتجريد الجيوش لحربهم والقضاء عليهم. لكنهم كانوا يلوذون بالجبال الوعرة التي يعرفون طرقها جيدا، لذلك لم تفلح الجيوش في القضاء عليهم. فلما توغلت أنا وابن عمي للصيد داخل الصحراء، رأى ابن عمي غزالا انطلق خلفه يطارده، ومن سوء حظه أن الغزال قاده إلى معاقل اللصوص والثائرين. فلما عرفوا أنه ابن الملك أصروه وقتلوه، تمكنت أنا من الفرار والنجاة بصعوبة، لكنني لم أجرؤ على العودة لمملكة عمي لأخبره بما حدث، خوفا من أن تقتله الصدمة. وبدلا من ذلك عدت إلى مملكتي لأخبر أبي بما حدث، ليجرد جيشا ويجعلني قائده حتى أثأر لابن عمي من هؤلاء الأوغاد. توقف الصعلوك الأول ثم قال في حزن: لم أكن أدري أن هناك مصيبة أكبر في انتظاري. فعند وصولي إلى باب مملكة أبي سارع إلي مجموعة من الحراس كتفوني بالحبال. تعجبت في نفسي وقلت: ترى ماذا حدث؟ هؤلاء خدم أبي وأنا ابن الملك، فلماذا يفعلون بي ذلك؟ لم أطق صبرا على ذلك، فصحت فيهم: أيها الأوغاد، أنا ابن الملك، فماذا تفعلون بي؟ فلم يرد علي الحراس وقادوني إلى قصر أبي. قابلني أحد خدام أبي المخلصين وقال لي: إن أباك قد غدر به الزمان وخانه الوزير فقتله، وهو الآن يجلس متربعا على العرش ملكا للبلاد. فلما سمعت ذلك أظلمت الدنيا في وجهي. قادني الحراس إلى الوزير الخائن، وكانت بيني وبينه عداوة قديمة، وسبب تلك العداوة أنني منذ صغري كنت مولعا بالصيد بالقوس. وذات يوم كنت واقفا فوق سطح القصر وبيدي القوس، فرأيت طائرا فرميته بالقوس، لكن السهم أخطأ الطائر وأصاب عين الوزير فأتلفها، وأنا لا أقصد ذلك. لم يجرؤ الوزير على معاقبتي يوما لأنني كنت ابن الملك، لكنه أضمر لي في نفسه الشر. ولما حدث ما حدث وقفت مقيدا أمام الوزير الذي صار ملكا، نظر إلي باستهانة وقال لحراسه: اضربوا عنقه. سكت الصعلوك الأول ثم قال متألما: فلما رأيت الوزير الخائن أمر حراسه بقتلي، قلت له مستنكرا: بأي ذنب تأمر حراسك بقتلي؟ ألم تكتفي بقتل أبي وتشريد أهلي والاستيلاء على العرش؟ أشار الوزير الخائن إلى عينه التالف وقال: وأي ذنب أعظم من قلعك لعيني؟ فقلت له: هذا خطأ وقع مني قضاء وقدرا، لقد كنت صغيرا ولم أتعمد فعل ذلك بك عمدا ولا عن قصد مني. غضب الوزير الخائن غضبا شديدا وقال لحراسه: قرب ذلك الأحمق مني حتى أقتص منه بنفسي. فدفعني الحراس إليه بقوة، فمد الوزير الخائن أصبعه في عيني بقوة حتى فقأها، فصرت من هذه اللحظة أعور بعين الشمال كما ترون. تأثر الحاضرون بما سمعوا وأشفقوا على الصعلوك الأول، وقالت صاحبة البيت: هذا سبب فقد عينيك، فماذا عن حلق ذقنك؟ تنهد الصعلوك الأول في ضيق وقال: بعد أن فقأ الوزير الخائن عيني أمر حراسه أن يضعوني في صندوق، ثم قال للسياف: خذ هذا الشاب إلى خارج المدينة وأشهر سيفك، ثم اقتله ومزقه قطعا صغيرة وألق به للوحوش حتى تأكله وأستريح من منظره. حملني السياف وصار بي حتى خرج بي من المدينة، وهناك أخرجني من الصندوق وأنا مقيد ليقتلني كما أمره الوزير الخائن. هنا صعبت علي نفسي وتذكرت سابق عزي وذل اليوم، فبكيت وتوسلت إليه أن يرحمني
ويعفو عني وألا يقتلني. أخذت أذكره بسابق مودتي له وإحساني إليه، وأنه كان ذات يوم من رجال أبي. ظللت أستعطفه بشعر مؤثر حتى رق قلب السياف لي وأشفق علي وقال لي في صوت تخنقه العبرات: ماذا أفعل يا ولدي وأنا عبد مأمور؟ لو لم أنفذ أوامر ذلك الوزير الطاغية أمر بقتلي. إن لوالدك الراحل كثيرا من الفضل علي والإحسان إلي، ولكن ماذا بيدي الآن؟ قلت له: تستطيع يا سيدي أن تطلق سراحي، وأقسم لك أنك لن ترى وجهي بعد الآن. لن أدخل هذه المملكة مرة أخرى، ولن يراني أحد حتى يخبر الوزير الخائن أنك أطلقت سراحي. أطلق سراحي وعد لتقول له أنك قتلتني وأطعمتني للوحوش. عندما سمع السياف هذا الكلام فك قيودي وأطلق سراحي قائلا: أهرب من هذا البلد لتفوز بعمرك حتى لا تهلك وتهلكني معك. فلما فعل السياف معي ذلك شكرته وانطلقت هاربا وأنا لا أصدق أنني نجوت. ازداد تأثر صاحبة البيت لما سمعته وقالت: وماذا فعلت بعد ذلك؟ قال صعلوك الأول: سافرت حتى وصلت إلى مدينة عمي حتى أحكي له ما حدث لأبي وأطلب منه أن يجهز جيشا للثأر من الخارجين على القانون الذين قتلوا ولده، وجيشا آخر للثأر من الوزير الخائن على قتل أبي. ولكن بمجرد دخولي إلى مملكة عمي سمعت دقات طبول وأصوات أبواق تقترب من المدينة. التفت ورائي ورأيت مصيبة أكبر، رأيت جيشا جرارا يقتحم مملكة عمي. كان الوزير الخائن على رأس ذلك الجيش الجرار، وخلال وقت قصير تمكن جيش الوزير الخائن من مداهمة مملكة عمي والاستيلاء عليها في غفلة من أهلها، ودون أن يتمكن جيش عمي من إعداد العدة لملاقاتهم. تمكن الوزير الخائن من قتل عمي كما قتل أبي من قبل، واستولى على مملكته أيضا. فلما رأيت جنود الوزير الخائن يملؤون المملكة ويجوبون شوارعها خفت أن يراني أحد ويتعرفني فيقودني إلى عدوي ليقتلني. وهكذا تراكمت علي النوائب والأحزان. فكرت في حالي فلم أجد سوى حل واحد ينقذني من الموت، وهو حلق لحيتي حتى أغير ملامح شكلي فلا يتعرفني أحد. هكذا حلقت ذقني وفررت من المدينة حتى وصلت إلى مدينة بغداد، وكل أملي أن أجد من يوصلني إلى قصر الخليفة هارون الرشيد حتى أقص عليه ما جرى لي ولعائلتي وأطلب منه أن يساعدني في الثأر من ذلك الوزير الخائن. فلما وصلت إلى هنا رأيت أحد هذين الصعلوكين وقلت له: أنا غريب عن هذه المدينة. وعلمت أنه هو أيضا غريب مثلي. وبينما نحن واقفان جاء ذلك الصعلوك الثالث وانضم إلينا. ومن الغريب أننا نحن الثلاثة عور بالعين اليسرى وقد حلق كل منا لحيته. ثم طرقنا باب بيتكم نطلب طعاما، فقالت صاحبة البيت: ملس على رأسك وانصرف لحالك. فقال الصعلوك الأول: لا لا أنصرف حتى أسمع قصص رفاقي. وهنا تقدم الصعلوك الثاني ليحكي حكايته. بعد أن انتهى الصعلوك الأول من رواية حكايته تقدم الصعلوك الثاني ليحكي حكايته لصاحبة البيت والحاضرين قائلا: لتعلم يا سيدتي وليعلم جميع الحاضرين أن ورائي قصة عجيبة هي التي تسببت في فقع عين الشمال وحلق لحيتي. فأنا ابن ملك وقد تعلمت العلم منذ صغري حتى نبغت فيها. فقت جميع أقراني، ذاعت شهرتي في البلاد، وسمع ملك الهند عن نبوغي وعبقريتي فأرسل إلى والدي يطلبني منه حتى ينتفع بعلمي. أرسل إلى أبي هدايا ثمينة وتحفا نادرة
فوافق أبي على إرسالي إليه وجهزني في 6 مراكب. خرجت من بلدي وسرنا في البحر لمدة شهر كامل حتى وصلنا إلى حدود بلاد الهند، فنزلنا من المراكب وحملنا الهدايا التي كانت معنا على ظهور الجياد والجمال. سرنا قليلا فهجم علينا قطاع الطرق ونهبوا ما معنا وقتلوا بعض المرافقين لي بينما هرب الباقون، وهربت أنا أيضا بعد أن أصبت بجروح كثيرة. وبعد أن نجوت من الموت وجدت نفسي وحيدا في بلاد غريبة، وبعد مسيرة عدة أيام وصلت إلى مدينة عامرة فحمدت الله على نجاتي. هناك تعرفت خياطا طيبا قصصت عليه قصتي وسبب غربتي، فأشفق علي ونصحني قائلا: من الأفضل ألا تظهر قصتك لملك هذه المدينة لأنه من أكبر أعداء أبيك، وإن تعرفك قتلك. مضى الصعلوك الثاني في سرد قصته فقال أنه عاش لدى ذلك الخياط، أقام في حانوته حتى استرد عافيته، ولأنه لم يكن يجيد صنعة غير العلم فقد نصحه الخياط أن يعمل حطابا، لأن مهنة العلم كانت في هذه المدينة مهنة كاسدة. هكذا اشترى الصعلوك الثاني فأسا وحبلا وصار يذهب إلى الغابة كل يوم فيقطع حملا من الحطب ويعود به إلى المدينة فيبيعه بنصف دينار ويعيش منه، ثم يذهب آخر النهار لينام في حانوت الخياط. استمر الحال على ذلك فترة من الوقت، وذات يوم توجه الصعلوك الثاني كعادته إلى الغابة ليحتطب. توجه إلى شجرة ليقطعها من جذرها فاصطدمت الفأس بحلقة نحاسية مدفونة بجوار الشجرة، وكم كانت دهشته كبيرة حينما نزع الحلقة فوجدها متصلة بغطاء خشبي، فلما رفعه وجد تحته سلما. عندما نزل السلم وجده ينتهي عند باب قصر بالغ الفخامة والروعة تحت الأرض. دخل الصعلوك الثاني من باب القصر فوجد فتاة غاية في الحسن والجمال. عندما رأته الفتاة قالت في دهشة: كيف استطعت أن تصل إلى هنا؟ إن لي في هذا القصر 25 عاما فما رأيت إنسانا قط. فلما سمع الصعلوك الثاني كلام الفتاة قال لها: كيف تعيشين وحيدة في هذا المكان 25 عاما تحت الأرض؟ لابد أن وراءك قصة غريبة وحكاية عجيبة. بدأت الفتاة تحكي قصتها قائلة: أنا بنت الملك أفيتاموس صاحب جزيرة الأمنوس، وقد اختطفني عفريت شرير اسمه جرجيس منذ 25 عاما وطار بي إلى هذا المكان ونقل إلي كل ما أحتاج إليه من حلي وملابس وطعام وشراب، وهو يحضر إلي كل 10 أيام مرة، وقد علمني أن أستدعيه كل ما احتجت إليه ليحضر لي أي شيء أرغب فيه، حيث أضع يدي على هذه القبة وألمس السطرين المكتوبين عليها، فما إن أنتهي من ذلك حتى يكون واقفا أمامي. لقد سجنني في هذا القصر دون أن يسمح لي برؤية أحد أو يسمح لأحد برؤيتي، ولهذا فأنا أخشى عليك من حضوره لأنه إن رآك هنا فسوف يقتلك. عندما سمع الصعلوك الثاني قصة الفتاة الأسيرة في قصر العفريت تأثر من أجلها وقال لها: لقد ساقتني الأقدار لأخلصك من هذا السجن، قومي معي حتى أخرجك من هنا وأردك إلى مملكة أبيك. فقالت الفتاة: لن يتركني ولن يترك، ومن الأفضل لك أن تنجو بنفسك قبل أن يحضر ويقتلك. قال الصعلوك الثاني في إصرار: سأجعل ذلك الجبان يحضر في الحال حتى أقتله وأريحك من شره. اتجه الصعلوك الثاني إلى القبة فرفسها بقدمه في غضب، ما أن انتهى من ذلك حتى اهتزت الأرض بشدة وأظلمت الدنيا
وصرخت الفتاة قائلة في فزع: لقد حذرتك من ذلك، الآن انجو بنفسك واتركني لمسيري وإلا قتلك. ولكن الوقت كان قد فات، فلم تكد الفتاة تنتهي من جملتها حتى كان العفريت واقفا أمامهما والشرر يتطاير من عينيه من شدة الغضب. فلما رأى الصعلوك واقفا بجوارها زاد غضبه وقال: ماذا يفعل الإنسي الغريب في قصري وأثناء غيبتي؟ حاولت الصبية إنكار سابق معرفتها بالصعلوك الثاني، وحاول الصعلوك الثاني إنكار معرفته بها وأنه جاء إلى ذلك المكان عن طريق الخطأ، ولكن العفريت أصر على وجود معرفة سابقة بينهما وأن هذه ليست بالمرة الأولى التي يأتي فيها الصعلوك إلى القصر في أثناء غيبته. لكن الفتاة أصرت على رأيها، فأمسك العفريت سيفه وناوله للفتاة قائلا: إذا كنت لا تعرفينه كما تزعمين فخذي هذا السيف واقتليه حتى تبرهني لي على صدقك. أمسكت الفتاة السيف، تقدمت نحو الصعلوك الثاني لكنها لم تجرؤ على قتله، وأعادت السيف للعفريت قائلة: كيف أقتل إنسانا بريئا بغير ذنب جناه في حقي؟ أعطى العفريت السيف للصعلوك الثاني قائلا: إذا كنت لا تعرفها كما تزعم فخذ هذا السيف واقتلها، وإلا قتلتك وقتلتها. أمسك الصعلوك السيف بيد مرتعشة، تقدم نحو الفتاة ولكنه تراجع قائلا: كيف أقتلها وهي بريئة؟ تراجع الصعلوك الثاني رافعا السيف ليهوي به على جسد العفريت، لكن العفريت اختطف منه السيف وقال في غضب: الآن تحققت من كذبك وكذبها، ليختر كل منكما لنفسه الموتى التي يرغب فيها. أخذت الفتاة والصعلوك الثاني يتوسلان إلى العفريت أن يعفو عنهما وأن يطلق سراحهما، وبعد توسلات رق قلب العفريت وقال للفتاة: لم يكن قلبي ليطاوعني على قتلك لمنزلتك عندي، أما ذلك الغريب فلا بد من عقابه، وإكراما لخاطرك أيضا لن أقتل، لكنني سوف أصحره قردا حتى لا يعود إلى هنا مرة أخرى. وفي الحال حمل العفريت الصعلوك الثاني وشق الأرض ثم طار به حتى وصل إلى جبل مرتفع، ثم قبض حفنة من فراب وعزم عليها بكلام غير مفهوم ورشه على وجهه قائلا: أخرج من صورتك الآدمية إلى صورة قرد. تحول الصعلوك الثاني في الحال إلى قرد عجوز، ثم غاب عنه العفريت. وهنا سكت الصعلوك الثاني عن سرد القصة، فقالت له صاحبة البيت في تأثر: وماذا حدث لك بعد أن سحرك العفريت قردا؟ واصل الصعلوك سرد حكايته قائلا: نزلت من فوق الجبل الذي وضعني فوقه العفريت، سرت حتى وصلت إلى شاطئ البحر، رأيت مركبا راسيا على الشاطئ وهو يستعد للإبحار، فتسللت إليه دون أن يشعر بي أحد. بعد قليل تحرك المركب وعليه كثير من المسافرين، فلما سرنا في عرض البحر رآني أحدهم وصاح في غضب: أنزل ذلك القرد المشؤوم من المركب. وهم جميع المسافرين بإلقاء في البحر لأغرق، لكنني بكيت متوسلا إليهم، فأشفق علي ربان المركب وأعطاني الأمان، ثم قربني منه وصار يقدم إلي الطعام والشراب حتى وصلنا إلى مدينة كبيرة. رسى المركب في الميناء، فجاء إلينا حراس الملك وقدموا أوراقا قائلين: إن ملكنا يبحث عن شخص يكون خطه حسنا حتى يعينه رئيسا لكتاب المملكة، ولذلك فهو يرجو أن يكتب كل واحد في هذه الأوراق سطرا بخطه. ما حدث بعد ذلك أن الصعلوك الثاني خطف الورق وكتب فيه هذا الشعر بخط واضح وجميل: وما من كاتب إلا سيفنى
ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. تعجب الحاضرون وحمل الحراس الورق إلى الملك وأخبروه بأن قردا هو الذي كتب هذا الشعر. فتعجب الملك وأمر بإحضار القرد في الحال في موكب مهيب حتى يقربه منه ويعينه رئيسا لكتاب المملكة. أضاف الصعلوك الثاني قائلا: ما حدث بعد ذلك كان مفاجأة، فقد قربني الملك وأحسن إلي وهو لا يشك أنني قرد، ثم أرسل إلى ابنته حتى تراني، فما إن دخلت علي ابنة الملك حتى شهقت من فزع وقالت مخاطبة والدها: إن هذا ليس قردا يا أبي. قال الملك متعجبا: ومن يكون إذن يا بنيتي؟ أجابت ابنة الملك: إن هذا القرد رجل، وهو ابن ملك، وقد سحره العفريت جرجيس. فنظر الملك إلى القرد قائلا: هل حقا ما تقول ابنتي؟ فهز الصعلوك الثاني وهو في صورة قرد رأسه موافقا على كلام ابنة الملك، وقالت ابنة الملك: إن العفريت من مرضة الجن، لكنني أستطيع بعون الله تخلص ذلك الشاب المسكين من سحره وشره. سكت الصعلوك الثاني عن الكلام متذكرا ما حدث، ثم واصل حكايته قائلا: ما حدث بعد ذلك كان أصعب وأعنف ما مررت به في حياتي، فقد أحضرت الفتاة سكينا ورسمت بها دائرة على الأرض، ثم نقشت في وسطها بعض الأسماء والطلاسم، وأخذت تعزم عليها بكلام غير مفهوم، فأظلمت الدنيا فجأة واهتزت أرجاء القصر بقوة، وظهر العفريت في صورة شنيعة وعيناه تقدحان بالشر، وأخذ يلعن الفتاة لأنها أقلقته في هذه الساعة، ثم صرخ صرخة مدوية. انقلب بعدها أسدا، اقترب من الفتاة ليفترسها، فأخذت الفتاة شعرة من رأسها وعزمت عليها، فتحولت في يدها إلى سيف ضربت به العفريت فشقته نصفين، فتحول إلى عقرب، وتحولت الفتاة إلى حية وهجمت الحية على العقرب، راحا يتصارعان، ثم تحول العقرب إلى عقاب، وتحولت الحية إلى نسر طار خلفها وأخذا يتصارعان. هكذا راحت الفتاة والعفريت يتحولان من صورة إلى صورة، حتى تمكنت الفتاة من قتل العفريت وتحويله إلى كومة رماد مشتعلة طارت منها شظية في عين الشمال فأحرقتها، وهذا هو سبب فقد عيني. لكن الفتاة نجحت في النهاية في تخليصي من السحر، فعدت إنسانا كما كنت. فلما حدث ذلك شكرت ابنة الملك وأباها واستأذنت في الانصراف حتى أعود إلى بلدي. فمررت في طريقي بمدينة بغداد وقابلت هذين الصعلوكين، ثم دخلنا إلى هنا طلبا للطعام، وهذه سيدتي هي قصتي. فلما سمعت صاحبة البيت حكاية الصعلوك الثاني قالت له: ملس على رأسك وانصرف إلى حال سبيلك. قال الصعلوك الثاني: لا، لن أنصرف حتى أستمع إلى بقية قصص رفاقي. فتقدم الصعلوك الثالث ليحكي حكايته. لما انتهى الصعلوك الثاني من سرد قصته الغريبة وما حدث له، تقدم الصعلوك الثالث ليحكي حكايته لصاحبة البيت والحاضرين، فأخبرهم أنه كان ملكا، وأن مدينته كانت تقع على ساحل البحر، وأنه مغرم بالسفر في البحر للنزهة والتفرج على عجائب الدنيا، وأنه كانت لديه مراكب كثيرة من أجل هذا الغرض. وأضاف الصعلوك أنه قد أمر بتجهيز عدة مراكب للسفر في رحلة طويلة مع بعض الأصدقاء والمقربين منه، وأنهم قد سافروا في البحر مدة 20 يوما، ثم هبت عليهم عاصفة شديدة أظلمت على إثرها الدنيا. عندما هدأت العاصفة وأشرقت الشمس بعد عدة أيام،
اكتشفوا أنهم كانوا قد تاهوا في عرض البحر، وأنهم كانوا قد دخلوا منطقة خطيرة في البحر تسمى منطقة جبل الموت الأسود، وهو جبل من حجر أسود يسمى جبل المغناطيس. اتجه الجميع بنظاراتهم إلى الصعلوك الثالث الذي واصل حكايته قائلاً: كانت الريح تدفعنا بقوة نحو ذلك الجبل، وكان الجبل يجذبنا بقوة مغناطيسية، ولم تكن لنا قدرة على التحكم في حركة المراكب أو تغيير اتجاهها حتى نتحاشى الاصطدام بذلك الجبل العملاق. وقد رأينا الكثير والكثير من المراكب المحطمة نتيجة اصطدامها بالجبل، ورأينا في وسط البحر قبة كبيرة من النحاس الأصفر مرفوعة على 10 أعمدة من الرخام، وفوق القبة يقف فارس من النحاس على ظهر فرسه، في يد ذلك الفارس رمح من النحاس، ومعلق في صدره لوح من الرصاص منقوش عليه أسماء وطلاسم سحرية معناها: أيها الملك، ما دام هذا الفارس راكبا على فرسه فسوف تتحطم جميع المراكب التي تمر من تحته ويهلك جميع ركابها، وليس هناك خلاص إلا أن يقع هذا الفارس من فوق فرسه وينكسر رمحه حتى يفقد قوته السحرية. عندما رأينا ذلك علمنا أننا هالكون لا محالة، وقد تحطمت مراكبنا نتيجة اندفاعها نحو ذلك الجبل. هلك معظم من كانوا معي بالفعل، لكن الله نجاني، فتسلقت لوحا خشبيا عالق بالجبل حتى وصلت إلى سلالم محفورة في الجبل وتسلقتها، فقادتني إلى قمته ففرحت بسلامتي وحمدت الله على نجاتي. فرأيت قبة على قمة الجبل فدخلتها لأستريح فيها، لكنني نمت فرأيت في منامي من يقول لي: يا ابن خصيب، إذا استيقظت من منامك فاحفر تحت رجليك تجد قوصا من نحاس وثلاثة سهام من رصاص منقوشا عليها طلاسم، خذ القوس والسهام واضرب ذلك الفارس الواقف بفرسه فوق القبة حتى ينفك السحر ويسقط الفارس في البحر فتريح الناس من شره، فإذا فعلت ذلك فإن البحر يطفو وتعلو المياه حتى تساوي قمة الجبل، وتجد أمامك زورقا فيه فارس غير الذي رميته في البحر وبيديه مجداف، فاركب معه ولا تنطق بكلمة، فإنه يحملك إلى بر السلامة، ومن هناك تستطيع أن تجد من يعود بك إلى بلدك. توقف الصعلوك الثالث عن متابعة حكايته والجميع ينظرون إليه مندهشين، ثم واصل حكايته قائلا: فلما فعلت كل ما أمرني به الهاتف هاج البحر وعلى حتى ساوى الجبل، رأيت زورقا وبداخله فارس من النحاس معلق في صدره لوح من الرصاص منقوش فيه طلاسم سحرية، نزلت في الزورق دون أن أنطق بكلمة، حملني الزورق وصار بي في البحر حتى رأيت جزر السلامة، ومن شدة فرحي هللت وشكرت ذلك الفارس النحاسي الذي أنقذني، ولشدة دهشتي قذفني الزورق في الماء وعاد من حيث أتى تاركا إياي بين الحياة والموت، ولكن من رحمة الله بي أنني كنت أجيد العوم، أخذت أصارع الأمواج حتى وصلت إلى أقرب جزيرة إلي. وسكت الصعلوك الثالث قليلا ثم واصل حكايته قائلا: وجدت نفسي على ظهر جزيرة صغيرة محاطة بالأمواج من كل مكان، ليس عليها بشر سواي، فأيقنت بالهلاك، لكنني رأيت بعد قليل مركبا محملا بالبضائع عليها مجموعة من العبيد وهي تقترب من الجزيرة. أسرعت أتسلق جذع شجرة، أخذت أراقب ما يحدث، فرأيت المركب يرسو على شاطئ الجزيرة،
ثم نزل منه العبيد وهم يحملون الفؤوس والمعاول. اتجهوا إلى وسط الجزيرة وحفروا حفرة، فظهر تحتها باب كبير يؤدي إلى بيت تحت الأرض. ثم اتجهوا إلى المركب ونقلوا جميع ما فيه من خبز ودقيق وعسل وسمن وفاكهة ولحوم إلى داخل ذلك البيت تحت الأرض، ثم عادوا إلى المركب وأخرجوا شيخا مهيبا معه صبي. كان الصبي غاية في الحسن والبهاء. أدخلوه داخل البيت ثم أغلقوا عليه الباب وأعادوا التراب فوقه. ثم غادر الشيخ والعبيد الجزيرة في المركب. فلما ابتعدوا نزلت عن الشجرة، حفرت التراب ثم فتحت الباب، فرأيت تحته سلما قادني إلى داخل بيت غاية في الروعة والنظافة. رأيت الصبي جالسا في حجرة على فراش فاخر، فلما رآني تملكه الخوف، لكنني أمنته على نفسه وأخبرته أنني لا أريد به شرا، وإنما جئت لكي أكون أنيسا له في وحدته ولكي أصهر على خدمته فاطمأن إلي. سألته عن حكايته ولماذا يسكن تحت الأرض وحيدا هكذا، فبدأ الصبي يحكي لي قصته قائلا: إن والدي تاجر جواهر ثري، وعنده مماليك وعبيد كثيرون يسافرون بتجارته إلى البلاد البعيدة. وقبل مجيئي إلى الدنيا لم يكن أبي قد رزق بولد قط، وقد رأى ذات يوم في منامه أنه سوف يرزق بولد لا يعيش طويلا. فلما وضعتني أمي جمع أبي المنجمين وقص عليهم ما رآه في منامه، فقالوا له: ابنك يعيش 15 سنة، ولكنه سوف يتعرض لمخاطر، إن سلم منها فسوف يعيش زمنا طويلا، وسبب موته أنه يوجد في بحر المهالك جبل يسمى بجبل المغناطيس، عليه فارس نحاسي، فمتى وقع ذلك الفارس عن فرسه مات ولده، وقاتله هو الذي يرمي الفارس النحاسي عن فرسه وهو ملك اسمه عجيب ابن خصيب. وقد حرص أبي على تربيتي وحمايتي حتى بلغت 15 سنة، ولكن بالأمس وصل خبر إلى أبي يقول إن الفارس قد وقع عن فرسه في البحر، وأن الذي رمى اسمه الملك عجيب ابن خصيب. خاف أبي علي من القتل وصارع بنقلي إلى هذا المكان الذي أعده تحت الأرض منذ فترة حتى أعيش فيه 40 يوما، حيث ينقضي الخطر وأنجو بنفسي. سكت الصعلوك الثالث قليلا ثم قال متعجبا: فلما سمعت قصة الفتى قلت في نفسي: أنا الذي تنبأ المنجمون بقتلي لهذا الصبي، والله لن أقتله ولن أمسه بأذى حتى أثبت كذب هؤلاء المنجمين. وبدل ذلك فإنني وهبت نفسي لخدمة ذلك الصبي حتى يزول عنه الخطر ويعيش لأبيه الشيخ. وهكذا مكثت مع الصبي أخدمه ليلا نهارا، سعد الصبي بوجودي معه حتى قضى الله تعالى أمرا كان مقدورا. كنت أنا السبب عن غير قصد مني في قتل ذلك الصبي في الليلة 40، وذلك حين أمسكت سكينا لأقطع له بعض الفاكهة، لكنني تعثرت وسقطت السكين من يدي على الصبي فقتلته. علمت أن ما قدره الله تعالى لا بد أن يكون، وأن الحذر لا يغني عن القدر، وأن الموت لا بد أن يأتي المرء حتى لو كان في بروج مشيدة. وهكذا فررت من البيت في اللحظة التي جاء الشيخ التاجر ليطمئن على سلامة ولده. غادرت الجزيرة قبل أن يلحقوا بي حتى وصلت إلى البر. ظللت أسير عدة أيام حتى رأيت نارا تلوح من بعيد، فلما وصلت إليها وجدت قصرا شامخ البنيان عليه باب من النحاس الأصفر. جلست أستريح أمام باب القصر. لم أكد أستريح قليلا حتى أقبل علي 10 من الشبان
معهم شيخ مهيب، والجميع يرتدون فاخر الثياب، لكنهم جميعا عور بالعين اليسرى. فتعجبت من ذلك، وسألوني عن قصتي فحكيتها لهم، فأشفقوا علي وأدخلوني معهم إلى القصر. رأيت فيه أفخر الأثاث وأفخم الأطعمة، وقالوا لي: إذا أردت أن تعيش معنا فلا تسأل عن أحوالنا. وهكذا قضيت معهم عدة أيام، كانوا خلالها يلطخون وجوههم بالسواد ويلطمون ويمزقون ثيابهم. فتضايقت من ذلك وقلت لهم: أنتم بحمد الله تتمتعون بكامل عقولكم، وهذه الأفعال لا يفعلها غير المجانين. بالله عليكم أخبروني بسبب تصرفاتكم وسبب فقد عيونكم، وإلا تركتكم. فقالوا: من الأفضل ألا تعرف سرنا، وإلا صرت مثلنا. لكنني كنت مصرا على معرفة السبب حتى يبطل العجب. فلما رأوا إصراري أحضروا كبشا وذبحوه، ثم سلخوه وقالوا لي: سندخلك داخل هذا الجلد ومعك سكين، ثم نخيطه عليك ونلقي بك. بعد قليل سيأتي طائر الرخ العظيم ويحملك إلى مكان بعيد، حينئذ مزق الجلد بالسكين واخرج منه، تجد قصرا غريبا فادخله، ونرجو أن يكون حظك أفضل من حظنا. فلما أدخلوني داخل جلد الكبش حملني الرخ العظيم وطار بي إلى ذلك المكان البعيد. خرجت من الجلد ومشيت حتى رأيت القصر، فدخلته وجدت فيه 40 فتاة غاية في الحسن والجمال. فلما رأينني رحبن بي قائلات في نفس واحد: أهلا وسهلا بك. ثم أجلسنني على فراش وثير وقدمن لي أفخر الطعام. وهكذا عشت في القصر معززا مكرما حتى مضى شهر. فقالت الفتيات: نحن بنات ملوك الجان، وقد حان موعد عودتنا لزيارة أهلنا، وها نحن نسلمك مفاتيح القصر، وفيه 40 غرفة، من حقك أن تفتح 39 غرفة، ولكن حذاري أن تفتح الغرفة 40 حتى لا تفارقنا. فوعدتهن بذلك، ثم ودعتني الفتيات واختفين من القصر. هكذا وجدت نفسي وحيدا في القصر، فقلت: لماذا لا أجرب فتح الغرفة؟ وهكذا فتحت الغرفة الأولى ودخلتها، فوجدت فيها قصرا جميلا حوله بساتين مثمرة، وأشجار عليها طيور مغردة، وأنهار جارية، وأزهار متفتحة. فانشرحت نفسي، رحت أجول في المكان حتى شبعت منه. أغلقت الغرفة الأولى وفتحت الثانية، فوجدت قصرا أروع من الأول وبستانا أجمل منها. وفي الغرفة الثالثة وجدت قاعة فسيحة وفروشة بالرخام الملون والأحجار الكريمة والطيور المغردة. في الغرفة الرابعة وجدت 40 خزانة مليئة بالذهب واللؤلؤ والياقوت وغيرها من الجواهر الثمينة. وهكذا رحت أنتقل من غرفة إلى غرفة، وفي كل غرفة أجد شيئا مختلفا عن الشيء الذي وجدته من قبل، حتى وصلت إلى الغرفة 40. ترددت في فتحها، لكنني نسيت تحذير الفتيات لي. وهكذا فتحت الغرفة 40، خطوت بداخلها فرأيت حصانا أسود أمامه وعاء من البلور فيه سمسم مقشور، ووعاء آخر فيه ماء ورد ومسك وعليه سرج من الذهب. فقلت في نفسي: لماذا لا أركب هذا الجواد وأتنزه به قليلا؟ ما إن ركبت الجواد حتى صهل بصوت كالرعد، فتح جناحيه ثم طار بي وحطني على سطح وضربني بديله فأتلف عيني اليسار. فلما نزلت عن السطح وجدتني في قصر العور 10، فلما علموا ما حدث لي طردوني شر طردة. فسافرت من بلد إلى بلد، ثم دخلنا نطلب الطعام.
تعجب الحاضرون من حكاية الثعلب الثالث، وقالت صاحبة البيت: ملس على رأسك واذهب لحال سبيلك. فقال الثعلب الثالث: لا، لن أذهب حتى أسمع حكاية هؤلاء التجار. لما انتهى الثعلب الثالث من حكايته، نظرت صاحبة البيت إلى الخليفة ووزيره والسياف وهم متنكرون في هيئة تجار، وقالت لهم: وأنتم ما حكايتكم أيها التجار؟ تقدم الوزير وحكى لها ما حكاه من قبل من أنهم تجار ضلوا طريقهم. فقالت صاحبة البيت: قد عفوت عنكم، اذهبوا لحال سبيلكم. وأمرت عبيدها أن يطلقوا سرحهم. فلما غادروا الدار قال الخليفة للصعاليك الثلاثة: إلى أين تذهبون؟ وأين تبيتون ليلتكم؟ التفت الصعاليك لبعضهم وقالوا: لا ندري. فقال الخليفة لوزيره: خذهم وأحضرهم عندي غدا، وأحضر الفتيات الثلاث أيضا والكلبتين حتى أقف على أمرهن. في اليوم التالي أحضر الوزير الفتيات الثلاث والكلبتين، وأحضر الصعاليك الثلاثة إلى القصر. بهت الجميع عندما علموا أن التجار الثلاثة هم الخليفة ووزيره وسيافه. طمأنهم الخليفة وقال مخاطبا النساء الثلاث: ما هي حكايتكن؟ وما هي حكاية هاتين الكلبتين؟ تقدمت صاحبة البيت قائلة: إن لي حكاية أعجب من العجب، وسوف أقصها عليك يا أمير المؤمنين حتى تزول دهشتك. فقال الأمير: أرجو ذلك. بدأت صاحبة البيت تحكي قصتها قائلة: إن هاتين الكلبتين هما أختاها شقيقتاها من الأب فقط، ولكن من أم أخرى غير أمها هي، وقد مات والدها تاركا لهن ثروة تقدر بحوالي 5000 دينار، وأنها كانت أصغر من أختيها، وأن كل واحدة من أختيها قد تزوجت ورحلت مع زوجها التاجر، وقد أخذت أختاها النقود التي تركها والدهن. لم يترك لها سوى مبلغ ضئيل جدا، لكنها استطاعت أن تنمي هذا المبلغ الصغير في التجارة حتى بارك الله فيها وصار كبيرا. وبعد 5 سنوات كانت قد كونت ثروة لا بأس بها، لكن أختيها عادتا إليها فقيرتين بعد أن فقدت كل منهما مالها وطلقت من زوجها. فسألها الخليفة قائلا: وماذا فعلت مع أختيك عندما عادتا إليك فقيرتين؟ فقالت صاحبة البيت: استقبلتهما أحسن استقبال، وأكرمتهما غاية الإكرام، فعاشتا معي تنفقان من مالي وتشتريان أفخر الطعام، حتى كان ذات يوم جهزت مركبا بالبضائع للسفر به إلى الهند، فقلت لأختي: هل ترغبان في البقاء هنا حتى أسافر ببضاعتي إلى الهند، أم تأتيان معي؟ فقالتا: بل نأتي معك يا أختاه، لأننا لا نقدر على فراقك لحظة. فوافقت على سفرهما معي. كان معي مبلغ كبير من المال، أخذت نصفه وخبأت النصف الآخر في منزلي، وهكذا سافرنا نحن الثلاث مع البضاعة. بعد أن سرنا في البحر 20 يوما ظل البحار ورئيس المركب الطريق، فتاهت المركب في بحر غير الذي نريده ونحن لا نعلم ذلك. دخلت في بحر آخر، وبعد عدة أيام من السفر ظهرت لنا مدينة على البعد. فقلت للريس: ما هذه المدينة؟ فقال مستنكرا: هذا الطريق ما صرت فيه من قبل، وهذه المدينة ما رأيتها. فقلت له: وما العمل الآن؟ فقال الريس: من رأيي أن تدخلوا هذه المدينة وتخرجوا بضائعكم فتبيعوها وتربحوا وتشتروا بضائع غيرها. فقلت في نفسي: هذه هي الفكرة. ورست المركب على ساحل تلك المدينة، ثم نزل منها الرئيس لاستطلاع المدينة، وبعد قليل عاد ليقول لنا والدهشة تملأ وجهه: اخرجوا
أن يخرجوا إلى هذه المدينة حتى تتعجبن من صنعة من خلقه وتستعذن من سخطه. سكتت صاحبة البيت قليلا ثم قالت: نزلنا من المركب وتوجهنا إلى أبواب المدينة، فرأينا حراسا واقفين على الأبواب وبأيديهم حراب وعصي، لكننا عندما اقتربنا منهم وجدناهم ممسوخين أحجارا سوداء. تملكتنا الدهشة من ذلك. عندما دخلنا الأسواق وجدنا كل البضائع باقية على حالها، خاصة الذهب والفضة والجواهر والأحجار الكريمة. تفرقنا في شوارع المدينة، وكان من حسن حظي أنني اتجهت إلى قصر الملك، فوجدت فيه كل شيء من الذهب والفضة، ورأيت الملك جالسا في عرشه وحوله حجابه ووزراؤه ونوابه وحوله حراسه يمسكون بالحراب، وكل شيء مرصع بالجواهر الكريمة، وقد تحول الجميع إلى حجارة. وعندما تجولت في ردهات القصر وغرفه وجدت كل الأحياء ممسوخين حجارة، وفي النهاية رأيت بابا مفتوحا فدخلته، وجدت فيه سلما بسبع درجات فصعدت فيها، فدخلت غرفة مفروشة بالسجاجيد الفاخرة وجدرانها من الرخام المصقول، وفي وسطها سرير من المرمر المرصع بالأحجار الكريمة، وعلى كرسي مذهب رأيت جوهرة مضيئة بحجم بيضة النعامة وهي تضيء الغرفة كلها بضوء ساطع. رأيت عددا من الشموع الموقدة في ركن الغرفة، فقلت في نفسي: لابد أن أحدا أوقدها. وهكذا وقفت متحيرة، أخذت أبحث في المكان عما يمكن أن يكون قد أوقد هذه الشموع، ولم تطل حيرتي كثيرا، فبعد قليل سمعت صوتا يرتل القرآن. كان صوتا حسنا رقيقا وخاشعا، كان يأتي من باب مفتوح داخل الغرفة. توجهت إليه في حذر ونظرت من خلاله، فرأيت مسجدا صغيرا مضاء بقناديل وشمعدانات. رأيت سجادة مفروشة في محراب المسجد، يجلس عليها شاب حسن الملامح والثياب، وأمامه مصحف يرتل منه القرآن ترتيلا. فتعجبت من ذلك وألقيت عليه السلام، فقطع ذلك الشاب قراءته ورد علي السلام، فقلت له: بحق الله، بحق ما تتلوه من كلام الله، أرجو أن تخبرني بما جرى لهذه المدينة، كيف صار كل أهلها مسقوطين حجارة هكذا، ولماذا نجوت أنت من بينهم، وكيف نجوت؟ فأجاب الشاب: لقد أقسمت علي بالله وكلامه، وها أنا ذا أجيبك، فانصتي واتعظي. شرد الشاب قليلا ثم قال: هذه المدينة المسقوطة هي مدينة والدي، لقد كان أبي ملكا عليها وكانت أمي ملكة، ولا بد أنك رأيتهما وأنت في طريقك إلي مسخوطين حجارة مع بقية أهل المدينة. لقد كان أبي وأمي وأهل هذه المدينة مجوسا يعبدون النار من دون الله الواحد القهار الملك الجبار. لم يكن أبي قد رزق بولد حتى رزقه الله بي في آخر عمره، فعهد أبي بي إلى المربين حتى كبرت وصار عمري 5 سنوات. كانت لدينا عجوز طاعنة في السن، وكان يكرمها لكبر سنها ويحسن إليها، وهو يظن أنها على دين المجوس، لكنها كانت مسلمة وتخفي إسلامها عن أبي. فلما كبرت قليلا سلمني أبي إليها قائلا: خذ ابني هذا فربيه وعلمه أحوال الدنيا وأحسني تربيته، فأنا لا آمن أحدا غيرك عليه. أخذتني العجوز وعلمتني أركان دين الإسلام من الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وقامت بتحفيظ القرآن سرا حتى أتممته. كل ذلك وأنا أكتم أمرها وأمري عن أبي وأهل المدينة حتى لا يقتلني ويقتل تلك المؤمنة الطيبة. سكت شاردا في حزن ثم قال:
وقد ماتت العجوز المؤمنة بعد مدة قليلة من الزمن، وزاد أهل المدينة في كفرهم وطغيانهم وضلالهم. وذات يوم سمع الجميع صوتا يأتي من السماء كأنه صوت الرعد القاصف، وكأن الصوت يقول منذرا: يا أهل هذه المدينة، ارجعوا عن عبادة النيران واعبدوا الله الملك الرحمن. فلما سمع أهل المدينة هذا الصوت المدوي كالرعد فزعوا واتجهوا إلى أبي، فطمأنهم قائلا: لا يفزعنكم هذا الصوت ولا يردنكم عن دينكم. فانصرف الناس آمنين واستمروا على عبادة النيران حتى مضى عام، فتكرر سماع الصوت في نفس الميعاد من العام التالي والعام الذي تلاه. لكن أهل المدينة استمروا على كفرهم وعنادهم، فنزل عليهم مقت وسخط من السماء فمسخهم حجارة سوداء كما رأيتهم في كل مكان بالمدينة. لم ينج من هذا البلاء أحد غيري، ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أنقطع عن الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وقد يئست من هذه الوحدة. فلما انتهى الشاب من كلامه تعجبت صاحبة البيت مما سمعت وقالت له: أيها الشاب، أنا من مدينة بغداد، وقد كنت في رحلة مع أختي إلى بلاد الهند، لكن رئيس المركب والبحارة قد ضلوا طريقهم حتى دخلنا هذا البحر ووصلنا إلى هذه المدينة. ولعل ذلك حدث لحكمة يعلمها الله، وهو أن آتي إلى هنا وأنقذك من حياة الوحدة، فهل تأتي معي إلى مدينة بغداد؟ فلما سمع الشاب حديثها ارتاح قلبه لها ووافقها على الذهاب معها بشرط أن تحقق له رغبته وأن تكون زوجة له. قالت صاحبة البيت موافقة: إن شاء الله نتزوج بمجرد وصولنا إلى المركب والتقائنا بأختي ورئيس المركب والبحارة. وهكذا بدأ الشاب والفتاة يجمعان كل ما خف حمله وغلى ثمنه من تحف وجواهر القصر، ثم غادر القصر وصار في شوارع المدينة حتى وصل إلى المركب، فوجد الأختين والآخرين في انتظارهما على أحر من الجمر. سألت الأختان أختهما عن هذا الشاب الذي معها، فقصت عليهما قصته وكيف أنه هو الوحيد الذي نجاه الله بإيمانه من بين جميع سكان المدينة، وأخبرتهما بأنه سيأتي معهم إلى بغداد، وأنه قد اختارها زوجة له، وأنهما قد أحضر معهما الكثير من الجواهر النادرة. فلما سمعت الأختان ذلك وشاهدت الجواهر النادرة تملكتهما الغيرة، وأكل الحسد قلبيهما من أختهما التي فازت بالزواج الملكي وكل هذه الجواهر الثمينة. سالت الدموع من عيني صاحبة البيت وهي تواصل حكايتها للخليفة قائلة: عندما ركبنا المركب عائدين إلى بغداد، كانت أختاي قد اتفقتا على المكر بي والكيد لي، وما حدث بعد ذلك كان مؤلما وقاسيا. لم أتصور حدوثه من أختاي برغم إحساني إليهما، فما إن خرجنا من بحر الخوف الذي تهنا فيه إلى بحر الأمان، متخذين طريقنا إلى بغداد، حتى صارعت أختاي بإلقاء أنا وذلك الشاب في البحر حتى تستولي على كل شيء. أما الشاب المسكين فقد غرق، وأما أنا فقد كتبت للنجاة. أخذت أسبح حتى وصلت إلى جزيرة تتصل بشاطئ البحر، فصعدت إليها وجلست أستريح قبل أن أواصل سيري. رأيت حية ضخمة مثل جذع النخلة تجري نحوي وكأنها تستغيث بي، ورأيت خلفها ثعبانا أسود قد قبض على ذيلها حتى أسال دمها وهو يريد قتلها. أمسكت حجرا ضخما وألقيته على رأس الثعبان فقتلته، واختفت الحية طائرة من أمامي فلم أعد أراها. ثم جلست أستريح فنمت في مكاني
وأنا أفكر فيما حدث لي من غدر أختي. عندما استيقظت وجدت أمامي فتاة فتعجبت وسألتها: من تكونين؟ ضحكت الفتاة وقالت: أنا الحية التي خلصتني من ذلك الثعبان. لتعلمي يا أختي أنني جنية، وأن هذا الثعبان جني، وأنك لما خلصتني من عدوي طرت مع الريح حتى وصلت إلى المركب التي فيها أختك، فنقلت كل ما فيها من جواهر وبضائع إلى بيتك في بغداد. ولم أكتف بذلك، بل أنني سحرت أختيك إلى كلبتين سوداوين بعد أن علمت كل ما حدث لك منهما. والآن قومي حتى أطير بك إلى بيتك. فلما طارت بي إلى البيت رأيت هاتين الكلبتين، فقالت الحية الجنية مهددة: إذا لم تضربي كل واحدة منهما كل يوم 300 صوت حضرت إليك وسحرتك مثلهما، وهذا هو سبب ضربي لهما يا أمير المؤمنين، وهذه هي حكايتي كاملة. لما انتهت صاحبة البيت من سرد حكايتها الغريبة تعجب الخليفة وتعجب الحاضرون. نظر الخليفة إلى السيدة الثانية قائلا: وأنت ما هي حكايتك؟ وما هو سبب الضرب الذي رأيناه على جسدك؟ فقالت السيدة الثانية: لقد ماتت أمي وأنا صغيرة، فرباني أبي حتى كبرت، ثم توفي والدي وترك لي مالا كثيرا. لم يمض وقت كثير حتى تزوجت من رجل ثري، فعشت معه سنة كاملة ثم مات، فورثت عنه ثروة كبيرة. وذات يوم كنت جالسة في بيتي فدخلت علي عجوز شمطاء لم أكن رأيتها من قبل، وقالت لي في توسل ورجاء: إن عندي بنتا يتيمة، وفي هذه الليلة يقام عرسها ويعقد قرانها، وأنا وهي ليس لنا أحد في هذه الدنيا يكون معنا في ليلة فرحنا. لقد جئت أدعوك يا بنيتي حتى تحضري عرس هذه الفتاة المقصورة الخاطر، فتفوزين بالأجر والثواب من الله. فلما قالت العجوز ذلك أخذتني الرأفة والرحمة، وقلت للعجوز: اطمئني يا خالة، سوف آتي معك وأحضر عرس ابنتك كأنني أختها، سوف أحضر لها بعض مصاغي وأجمل ثيابي حتى ترتديها في هذه الليلة، وسوف أزينها بنفسي. ثم نهضت وارتديت أجمل ثيابي ومصاغي وأخذت بعضها معي، ثم خرجت أسير مع العجوز. خرجنا من زقاقنا وسرنا في شوارع بغداد وطرقاتها حتى وصلنا زقاقا فخما في حي من أرقى أحياء بغداد، دخلناه وسرنا فيه حتى وصلنا إلى بوابة فخمة عليها قبة من الرخام، وخلف تلك البوابة قصر فخم مرتفع البنيان، حوله حدائق ذات أشجار وثمار وأنهار. طرقت العجوز الباب ففتح البواب في الحال، دخلت العجوز تتقدمني وأنا أتعجب من كل ذلك وأقول في نفسي: هل هذه العجوز البائسة تمتلك هذا القصر؟ عندما سرنا داخل القصر رأيت من التحف والأثاث والرياش ما لا عين رأت ولا خطر على قلب من قبل ولا تخيلت أن أراه. مشينا أنا والعجوز في دهاليز القصر حتى وصلنا إلى قاعة فخمة مفروشة بالحرير ومضاءة بالشموع والقناديل. في صدر القاعة سرير من المرمر مرصع بالدر والجواهر، وعليه ناموسية من الحرير. ما إن دخلنا القاعة حتى خرجت من خلف الناموسية فتاة غاية في الروعة والحسن والجمال. ما إن رأتني حتى رحبت بي قائلة: أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أختاه، لقد آنستني وشرفتني وجبرت خاطري. فرددت عليها التحية بأحسن منها، وتعجبت في نفسي قائلة: هل من المعقول أن تكون هذه الصبية هي اليتيمة التي حدثتني عنها العجوز؟ هل من المعقول أن يكون ذلك القصر قصرها؟ وهل من المعقول أن تكون الليلة هي ليلة عرسها؟
أنا لا أرى أي مظاهر توحي بذلك. ولم يطل تعجبي كثيرا، لأن الفتاة التي لاحظت حيرتي بادرت قائلة: أعذريني على أنني لجأت إلى هذه الحيلة حتى أحضرتك إلى هنا، لكن لم يكن أمامي سواها. والحكاية باختصار أن لي أخا أحسن مني شكلا وحسنا، كان قد رآك في أحد الأفراح وأعجب بك، وهو يريد أن يتزوج منك على سنة الله ورسوله. هذا إذا وافقت على هذا الزواج ورضيت بأخي زوجا لك بعد رؤيتك له. عندما سمعت كلام الفتاة ورأيت الحيلة التي احتالت بها حتى أحضرتني إلى القصر، قلت لها: لا بأس، أحضري أخاك حتى أراها. فما إن قلت حتى صفقت الفتاة بيديها، فظهر شاب يخجل القمر من حسنه وجماله. فلما نظرت إليه قلت في نفسي: سبحان الخلاق. وقرأت الفتاة نظرات الإعجاب في عيني، فقالت في فرحة: هل نحضر المأذون والشهود حتى يعقد القران بموافقتك؟ أومأت لها في خجل بالموافقة، وصفقت الفتاة بيديها، فحضر المأذون في الحال ومعه 4 شهود. وهكذا تم عقد قراني على ذلك الشاب، فصرت له زوجة. هكذا انتقلت من بيتي لأعيش مع زوجي في قصره. مضت بنا الأيام سعيدة، حتى كان ذات يوم استأذنت زوجي في الخروج، وذهبت إلى السوق لشراء بعض القماش لي. أذن لي زوجي في الخروج إلى السوق. كانت تلك العجوز ما تزال تقيم معنا، فاصطحبتها معي إلى السوق، لأنها كانت تعرف البضائع والأسعار أفضل مني، وتجيد المساومة وانتقاء ما هو مناسب لي. لما وصلنا السوق اتجهت العجوز إلى دكان تاجر قماش قائلة لي: صاحب هذا الدكان ولد صغير، مات أبوه وترك له مالا كثيرا. فقلت لها: ما لنا ونقوده؟ نحن نريد قماشا. ثم أشارت لصاحب هذا الدكان قائلة: هات أفضل ما عندك من قماش لهذه الصبية. فقال الفتى سمعا وطاعة، ثم أحضر لنا أفخم وأغلى قماش رأيته في حياتي وعرضه علينا. انتقيت منه 10 أثواب، وأخرجت كيس نقود لأقدم له ثمنها، لكن الفتى رفض وقال: هذه المرة ستكون إكراما لك وللعجوز. فقلت للعجوز: إذا لم يأخذ ثمن القماش رديه إليه ولنشتري من غيره. فقال الفتى: لا حاجة بك إلى رد القماش، وسوف آخذ ثمنه، ولكن بدل النقود آخذ قبله. غضبت غضبا شديدا وألقيت القماش في وجهه وأنا أهم بالانصراف. وفي تلك اللحظة تحول الفتى إلى جني وهجم علي، فعضني بقوة في وجهي حتى مزق قطعة لحم من خدي، فصرخت صرخة قوية من شدة الألم، ثم أغمي علي. فلما أفقت لم أجد أثرا للدكان، وجدت العجوز بجواري حزينة من أجلي، وقالت لي: ما دفع الله عنا من البلاء كان أعظم، قومي لنعود إلى البيت. وأشرت إلى الجرح الغائر في خدي قائلة: وهذا الجرح الغائر في خدي ماذا أفعل فيه؟ فقالت العجوز: سأحضر لك دواء يعمل على التئامه وشفائه بسرعة، ولكن إياك أن تبوحي لزوجك بما حدث. وهكذا عدنا إلى البيت سريعا. تظاهرت بأنني مريضة، فلما رآني زوجي قال لي: ما هذا الجرح العميق في خدك؟ فقلت له: وأنا في طريقي إلى السوق اليوم زاحمني جمل يحمل حطبا، فجرح الحطب خدي كما ترى. غضب زوجي وقال: غدا أذهب إلى الخليفة وأطلب منه أن يشنق كل حطاب في هذه المدينة حتى لا يزاحم الناس ويجرحوهم هكذا. فقلت لأهدئ غضبه: لا أريد منك أن تتحمل ذنوب كل هؤلاء الحطابين من أجل ذنب هم بريئون منه. الحقيقة أنني ركبت حمارا فتعثر وسقطت من فوقه على الأرض، فشرح خدي هكذا. فقال: إذن
غدا أذهب إلى الوزير وأقص عليه ما حدث حتى يأمر بقتل كل حمار في هذه المدينة. فقلت له: هل أنت مصر على قتل الناس كلهم بسببي؟ لقد جرى ما جرى لي بقضاء الله تعالى وقدره. فقال غاضبا: لابد من ذلك حتى أعلم سبب هذا الجرح، وإذا اقتضى الأمر قتلك أنت أيضا قتلتك. وصاح صيحة عظيمة، انفتح باب الغرفة ودخل منه سبعة عبيد كل منهم يحمل سيفا مسلولا، فأشار إليهم فسحبوني ورموني في منتصف الغرفة. أشار إلي رئيسهم قائلا: اضربها بالسيف يا سعد، مزقها نصفين ثم ارموها في نهر دجلة، فهذا جزاء كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والكذب. رفع العبد سعد يده بالسيف عاليا وقال: استعدي للموت، وإن كانت لك حاجة فاذكرها حتى نقضيها لك قبل أن ينقضي أجلك. توسلت إليه قائلة: يا عبد الخير، تمهل علي قليلا، فإنني مظلومة وما جنيت ذنبا حتى أستحق عليه القتل. تذكرت حالي وكيف انتقلت من العز إلى الذل بغير ذنب، رحت أبكي مستعطفة زوجي. وفي هذه اللحظة دخلت العجوز، أخذت تستعطف هي الأخرى ذاكرة له ما حدث وأنني لا ذنب لي فيما حدث من ذلك الجني اللئيم. ظلت تلح عليه حتى قال لها: قد عفوت عنها وتراجعت عن قتلها، ولكن لابد لي أن أترك في جسدها أثرا لا يمحى منه أبدا. أحضر صوتا ثم انهال علي به ضربا حتى غبت عن الوعي، ثم أمر عبيده أن يحملوني في آناء الليل ويلقون بي في بيتي. هكذا أخذت أداوي آثار ضرب الصياد على كتفي وأضلاعي عدة شهور حتى شفيت، لكن آثارها ظلت باقية حتى الآن. ثم تعرفت أختي هذه صاحبة الدار، رأيت عندها هاتين الكلبتين وأخبرتها بخبري، فأخبرتني هي بخبرها، ثم انضمت إلينا هذه السيدة حتى أخذت تقوم بشراء الأشياء لنا. وهكذا عشنا نحن الثلاثة حتى حدث ما حدث وجئتم إلى دارنا أيها الخليفة. فلما سمع الخليفة هذه الحكاية تعجب غاية العجب وقال مخاطبا صاحبة البيت: هل تستطيعين إحضار تلك العفريتة التي سحرت أختيك كلبتين؟ فقالت صاحبة البيت: لقد أعطتني شيئا من شعرها وقالت لي: إذا أردت إحضار فاحرقي شعرة منها وسوف أحضر لك في الحال، سأحضرها حالا. بمجرد أن أحرقت صاحبة البيت الشعرة حضرت الجنية، كانت من الجن المسلمين، فلما رأت الخليفة ألقت عليه السلام وقالت: اعلم أيها الخليفة أن هذه السيدة قد صنعت معي جميلا ومعروفا، حيث أنقذت حياتي وقتلت عدوي، فلما علمت ما صنعته أختها معها سحرتهما كلبتين. فقال لها الخليفة: وأنا أرجوك أن تخلصيهما من سحرهما. فأجابت الجنية: سمعا وطاعة أيها الخليفة. خلصتهما في الحال من سحرهما فعادتا فتاتين. شكر الخليفة الجنية ثم قال: الآن نشرع في بحث شكوى هذه السيدة التي على جسدها آثار ضرب الصياط، لابد أن نعلم أولا من فعل بها ذلك حتى نحضره ونعاقبه. فقالت الجنية: إن الذي فعل بها أيها الخليفة هو ولدك الأمين. وحكت له العفريتة جميع ما جرى، فأحضر ولده الأمين وسأله عن صحة ذلك فلم ينكره، فأمر الخليفة بزواجه منها. أما صاحبة البيت وأختها فقد تزوجت كل واحدة منهما بأحد الصعاليك الذين ردهم الخليفة إلى بلادهم وأعاد كلا منهم ملكا على مملكته. إلى هنا نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. لا يزال في جعبتنا العديد من القصص والحكايات، فلا تترددوا أصدقائي الأعزاء في الاشتراك وتفعيل الجرس. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء
في حكاية جديدة من حكايات شعبية.